أيها الأحرار في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة دي الحقيقة مهداة إلى إله الكذب في العصر الحديث. طبعا لا إله إلا الله، لكن هذا الرجل يعني يضرب به المثل في الكذب. ولما بتكلم عن الرجل بتكلم عن الجعير اللي ادعى أنه درس تاريخ مصر 50 سنة. عبد الفتاح السيسي ادعى كثيرا وعبر شاشات التلفاز أنه درس مصر وعارفها حتة حتة. حلو، هذا ادعاء كاذب لا يستطيع أن يدعي حد في تاريخ مصر كله القديم والحديث إلا جاهل، لأن الناس بتدرس تاريخ مصر في العصر الفرعوني أوكي، ويبقوا متخصصين زي حواس وغيره يعني، وناس تدرس تاريخ مصر في العصر الفاطمي أو العصر الإسلامي أو العربي يعني، وناس تدرس تاريخ القبطي، وناس تدرس تاريخ مصر في العصر الحديث زي قاسم عبده قاسم والدكتورة زبيدة عطا وغيرهم. لكن في ناس تانية زي حالاتي كده يعدوا على الساحل كده، تعدي يعني تعدي على تاريخ مصر في العصر الفرعوني والروماني والبطلمي وبعد كده الفرس وبعد كده القبطي ثم العصر الإسلامي والعربي كله، بتعدي يعني انت زي كده واحد بيروح بلد يتفرج على معالمها. انا من الناس دول، لكني حد يدعي انه عارف تاريخ مصر كله حتة حتة ودارسها، ده جهل، ده جهل بعيد عنك، وده جهل مرضي. هذه الحلقة مهداة الى الجاهل الاكبر اللي ادعى انه يعرف تاريخ مصر كويس. خلونا نبدأ الحلقة من أولها بداية علمية. القبائل العربية في مصر أو القبائل في مصر اللي موجودة في مصر، في منها قبائل عربية وفي منها قبائل اللي هم الجماعة اللي موجودين في ليبيا، اللي موجودين في واحد سيوة اللي بيسموهم غلط يعني البربر. دي قبائل موجودة في واحد سيوة ولها علاقة بليبيا وتونس والجزائر والمغرب، ودي قبائل موجودة في مصر. الليلة دي مش هنتكلم عنهم، لما هنتكلم على القبائل العربية. القبائل العربية في مصر ليها تاريخ طويل جدا، من أيام الوجود الروماني، من أيام الفرس، وبيحكوا المؤرخين أن كليوباترا استعانت في صراعها مع أخوها وأكتافيوس بمالك ابن عبادة كبير أنباط الفرمة، والفرمة هي المنطقة بتاعت بورسعيد أو عند بورسعيد كده يعني، والأنباط اللي هم النبط اللي هم عرب برضو يعني، وليهم حضارة كبيرة في الأردن اللي هي موجودة حد دلوقتي بعض شواهدها. وإحنا نقول في العربي عمرو يكتب في العربية عين ميم راء، الأنباط خلوه عمرو بالواو، بس هي قبائل عربية. القبائل العربية اتذكرت في مصر في كتب هيرودوت وسترابو وغيرهم من القدامى يعني. القبائل العربية كانت موجودة قبل نزول القرآن، يعني قبل ما ينزل القرآن على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام القبائل كانت موجودة. ولذلك هنلاقي في القرآن الكريم، القرآن قسم أو تعامل مع هذا النمط القبلي، وجعلناكم شعوبا وقبائل، بقى في شعب وفي قبيلة، وبعدين وذكرت فصيلته في القرآن الكريم، وذكرت العشيرة في القرآن الكريم، أنذر عشيرتك الأقربين، وكل دي أجزاء من القبيلة. في قبائل جت قبل الإسلام، وسيدنا عمرو بن العاص كان بيتاجر وبيجي مصر وبيروح من مصر، فكان بيجي مصر قبل الإسلام. وبعد الفتح العربي جت قبائل مع عمرو بن العاص، واختطت كل قبيلة لها مكان، وانتشروا في كل أرجاء المحروسة. لكن منهم قبائل كتيرة سابت مصر في عهد المماليك، لأن المماليك تعاملوا معهم بشكل عكس النظام القبلي، فقبائل كتير خرجت من مصر. وده اللي بيقوله الأستاذ أحمد لطفي السيد في كتابه عن القبائل.
لأنهم فشلوا في التعامل مع تركيبة القبيلة بعاداتها وأعرافها. لما دخل نابليون بونابرت تعسف مع القبائل العربية. بعده محمد علي تعرض القبائل معاه لاضطهادات. تاريخ القبائل كان ليها تاريخ كبير جدا حتى أثناء محمد علي وفي وقت الاحتلال الفرنسي أو الاحتلال الإنجليزي. المؤرخين عملوا تاريخ للقبائل دي في فترتين كده في زمان 1883 وفي 1906 كان في تعداد لعدد القبائل في مصر والبطون والأفخاد اللي طالعه منها. وعشان نبقى عارفين نكلم بعض كويس قوي، فالتنظيم القبلي له 5 أشكال: 1 الشعب، 2 القبيلة، 3 العمارة، 4 البطن، 5 الفخذ. دول 5 بيشكلوا هيكل القبيلة. منهم بقى بتطلع العشائر وتطلع الفصائل وتطلع التشكيلات الصغيرة بتاعت القبيلة. يعني في الجزيرة العربية مثلا كان العرب قبائل. من هذه القبائل العدنانية كان في قريش، من قريش بني هاشم. وعشان كده انتشر في العرب حرفة كده اسمها النسابة، الناس اللي بتنسب، اللي تعرف تاريخ القبائل والعائلات. أول النسابة دول وأشهرهم في تاريخ العرب، مش أولهم بس أشهرهم، سيدنا أبو بكر كان نسابة، كان يستطيع أنه يعرف الراجل ده لحد جده 70. في العصر الحديث كان أحمد لطفي السيد نسابة، يعني يعرف ينسب الأجيال دي ويعرف يجمع شبكة العلاقات. في إحصاء 1883 وفي إحصاء 1906 حصلوا القبائل اللي هو حوالي 75 أو 74 قبيلة، عددهم حوالي 14 مليون دلوقتي. أشهرهم أولاد علي والفوايد والرماح والجوازي. أنا شخصيا اتعاملت مع الجوازي، جوازي الحمر والجوازي البيض. إنما الفرجان، القطعان، الحسون، خويلد، القزازفة اللي منهم القزافي ده، الهمامية. عشان كده هنلاقي أشهر خبر أو خبر بيتكلم على أشهر القبائل العربية من موقع فيتو التي تسيطر على حدود وممرات مصر: عرب الحجاز والعدنانية يحكمان الصحراء الشرقية، البحر الأحمر، في قبضة الباجة والسامية، وأولاد علي والقزازفة يسيطرون على الصحراء الغربية. أكبر القبائل العربية في مصر الآن هي أولاد علي اللي تستقر على الحدود المصرية الليبية وتمتد من مطروح، اسكندرية، البحيرة. من أشهر شخصيات أولاد علي دي، غير طبعا أسماء كثيرة، المجاهد عبد الرحمن عزام وهو أول أمين عام لجامعة الدول العربية، وحفيدته الأستاذة مها عزام. من القبائل العربية برضو من نسلها المشير عامر، عبد الحكيم عامر، والمشير محمد حليم أبو غزالة، ودي عددها حوالي 3 مليون. أما قبيلة الجوازي، هو هنا في الكتب ما بيقولوش جوازي حمر وجوازي بيض، واضح أنهم بيجمعوهم على بعض. دي موجودة في محافظة المنيا، وأنا رحت لهم وقعدت معاهم حوالي يمكن 4 أيام. موجودة في المنيا، ومنها البراعصة على فكرة، من الجوازي نازل منها بطن اسمهم البراعصة. هم ساكنين في المنيا والجزء الشمالي من محافظة أسيوط، والجزء الجنوبي من محافظة، هم ماسكين جنوب بني سويف، المنيا، شمال المنيا. من أشهر القادة في تاريخ قبيلة الجوازي دول عمار بن المصري الفرجاني، الفارس الشهير في جيش إبراهيم باشا لما راح فتح كردفان في السودان، لما قتل ملك شندي وقاتل معاه في الحجاز برضو والشام. من أشهر أبناء القبيلة دي، أنا ممكن أقول لكم حكاية كده ملهاش علاقة بالبرنامج إنما ليها علاقة بالمقدمة. أنا كنت في فنون جميلة المنيا، في يوم لقينا الطيارات وتحركات للجيش المصري غريبة ومريبة وفظيعة جدا وعلى غير العادة. قعدنا نسأل إيه المشكلة، طلع إن في مشكلة عاملينها الجماعة بتوع الجوازي الحمر أو الجوازي يعني في صحراء المنيا. ساعتها كان أول مرة أعرف إن الفريق صفي الدين أبو شناف، وده كان رئيس أركان القوات المسلحة المصرية، والمناسبة ده راجل محترم جدا، هو أصلا من العرب دول، فيظهر إن كان عندهم مشكلة والجيش تدخل. المستشار حسام الغرياني منهم
دكتور جمال مطريد، المؤرخ محمد الضبع، الدكتور احمد الغرياني جراح المخ، دول كلهم من الجوازي. اما القزازفه فهتلاقيهم برضو في المنيا والفيوم وجزء من البحيره. الهماميه بقى اللي هم احفاد شيخ العرب همام، فدول اتمركزوا في سوهاج وجنة ونجا حمادي. ومن ابرز قادتهم المؤسس شيخ العرب همام اللي كان عامل دوله لنفسه من المنيا كده لحد الخزان. وعلى فكره من الهماميه دول الاذاعي العظيم المؤسس الرائد للاذاعه فهمي عمر، هو من الهماميه، ومنهم قاده جيش، ومنهم ضباط شرطه، ومنهم ناس محترمه جدا ويملكوا مساحات شاسعه في الصعيد. شيخ العرب حكم مصر وكان الحقيقه يعد امبراطور لوحده. عددهم حوالي 2 مليون. اما قبيله الرماح والفوايد فعددهم حوالي 500,000، بيستقروا اساسا في الفيوم ومغاغه. من ابرز شخصياتهم بقى العظيم الكبير قوي سيدنا بقى وتاج راسنا حمد باشا الباسل، احد ابرز قاده ثوره 19، واتنافى مع سعد الزغلول. ده من الرماح. منهم صالح باشا لملوم، ما ادراك ما صالح باشا لملوم، اللي بتروى عنه حكايات ازاي انه استقبل الملك فاروق، فرش له ارض سجاد من حطت السكه الحديد لحد السرايا بتاعته، وبيروى عنه اساطير كبيره جدا. صالح باشا لملوم اللي لما مات ابنه بعد الثوره اتحبس، امه بنت سرايا قدام السجن عشان تبقى قريبه لابنها، ولسه العيله دي موجوده على فكره واحفادهم موجودين. منهم خديجه هانم لملوم اللي كانت مديره مكتب فاروق حسني، دي من الرماح، ويبقى جدها صالح باشا لملوم. وطبعا ابو بكر الباسل، ده حمد باشا الباسل، واحد من ابرز قبيله الرماح. من حمد الباسل باشا الى شبان القبائل العربيه، وهو وبيكتب لهم، دي صورته، وهتلاقي ليه صور كتير جدا مع سعد باشا وهم في المنفى. وكان رجل وطني وعظيم جدا، وكان فخور بزيه التقليدي اللي أقرب إلى الزي الليبي. تتفرع من القبائل دي بقى زي ما قلنا بطون وأفخاد، يعني بتنزل زي جسم الإنسان كده، بطن وبعدين فخد. بيتفرع منها عائلات عريقة زي عائلات أبو ستيت مثلا، دول عشائر بقى، وأنذر عشيرتك الأقربين اللي هم الناس اللي بيعشروك، حتى ان الزوجه في اللغه العربيه يطلق عليها العشيره. ابو ستيت، الفيتوري، الحراب، زيتون، القويدري، العمامي، الطرهوني. والطرهوني دول ليهم ناس في مصر وليهم قرايب في ليبيا. وانا قابلت دول وقابلت دول. البطران، الجميعي، التحويه. والتحويه دول ليهم شارع باسمهم في الجيزه عند الفيلا اللي استولى عليها عبد الحكيم عامر بعد انقلاب يوليو، وتحصن فيها وتمترس، وكان يقود من خلالها انقلاب ضد عبد الناصر. في الشارع ده اسمه شارع التحويه، دي ناس مهمه، الفضاله. ومعظمهم خرج منهم الاف العلماء والقضاه والضباط والشيوخ. وكان لمعظم القبائل دي ادوار وطنيه. طبعا قبيله الرميلات اللي في سينا بقى، اللي مدحها السنوار لأنها ساعدت المقاومة. فأنت حضرتك بعد المحاضرة دي لما تيجي تسيب كل القبائل دي العظيمة دي اللي ممتدة من مطروح للصعيد لسيناء، وتروح تختار كلاف مهرب مخدرات عشان تعملوا زعيمهم من طائفة اسمها الترابين، فيبقى أنت إما عبيط، واما زي ما قلت لاصدقائي من شويه، زي ما اكون كده دخلت قرد من نوع الشمبانزي كابين الطياره كونكورد. تخيل انت لما قرد نسناس كده يخش كابين الطياره هيعمل فيها ايه؟ انت عملت كده بالظبط. انت جيت عند ناس مستقره من الاف السنين على نظام قبلي، وحضرتك رحت جبت لهم واحد مهرب مخدرات عشان يبقى زعيمهم. ومش بس كده، ورحت جبت الاخ ده الكلاف اللي بيتمسح في قبائل الصعيد عشان تعمله متحدث باسم الكيان ده. اما الاخ ده بقى اللي بيقولوا من قبيله الترابين، لانه كله بقى قبائل بقى، ما هي زاطت يا بيه، ما هي زاطت،
محدش عارف حاجة وكله بيعجن وكله عند العرب صابون. يا بيه الترابين مش قبيلة، الترابين بطن مش قبيلة، لأن المؤرخين اعتبروها أنها بطن. الترابين بطن من قبيلة، فتجيب واحد من البطن واحد كلاف وتمسكهم كل القبائل العربية، فأنت بتضرب هيبة وأعراف النظام القبلي اللي قايم على عادات وتقاليد مستقرة من آلاف السنين. أدي الترابين أهي طبقا لويكيبيديا. الترابين قبيلة عربية ينتشر أفرادها في النقب وشبه الجزيرة وتوزعون على ثلاث بلاد فلسطين الأردن، وعرفت منطقة النقب باسمهم حيث قال الحموي النقب معروفة بتربان، فاشتهرت منطقة النقب في العصر العباسي وما قبله بتربان. وأما بنو عطية فهم طوائف كثيرة ومنهم الترابين بالألف ولام التعريف وتاء مفتوحة. طيفة، أنت بتتعامل مع واحد جاهل بجد ومع جهلة بيتعاملوا باستهانة مع تاريخ بلد مش فاهمين يعني ايه شعب، تحت منه قبيلة، تحت منها عمارة، تحت منها بطن، تحت منها فخذ، وبينتشر منهم بقى العشائر والفصائل. فحضرتك بقى خدت بقى واحد ضايع وعينته رئيس لكل لتاريخ دول. انا لما اكلمك على حمد باشا الباسل فانا بكلمك على تاريخ مصر. انا لما اكلمك على الفريق صفي الدين ابو شناف فأنا بكلمك على واحد من قادة مصر العظماء. تخيل، أنا عايز أقول لك إن اليهود في مصر كان ليهم طايفة، وكانت الطايفة دي مسيطر عليها واحد اسمه قطاوي باشا. تخيل لما اتعمل عليه انقلاب جوه الطايفة وحبت عيلة تانية تاخد رئاسة الطايفة، مات تقريبا منقوط أو مشلول. لا ده نسب، ده تاريخ. ادي نسب العرب، طبقات النسب عند العرب. قبيله بطن فخذ فصيله. ده القبائل يا حضرات، شعب قبيله جعلناكم شعوبا وقبائل، بطن فخذ فصيله، ومنها بقى العشيره. جهل الناس اللي ماسكه حكم في مصر جهلها بتاريخ مصر وتكوين شعبها واصول القبائل فيها، زي بالظبط قرد من نوع البابون دخل كابين الطيارة كونكورد بيدوس على أي زراير بتنور. أنت جبت واحد زي السيسي، واحد زي عباس كامل، مسكت بلد ليها تركيبة خاصة جدا، ويفرض على القبائل العربية كلها واحد زي ده. التسلسل الهرمي بتاع القبائل من أيام الرومان للفرس للبطالمة للعرب للعثمانيين حتى الانجليز. انا عايز اقول لك في كتاب، لان مذكرات واحد اشتغل في مصر مسك الامن العام في مصر حوالي يمكن اكتر من 30 سنه اسمه راسل، ممكن بيبو يدورنا على الكتاب يلاقيه دلوقتي. اسمه راسل، الراجل ده دخل مصر 1906 تقريبا، وهو اللي اسس جهاز البوليس المصري. داخل مذكرات الكتاب ده بيتكلم على القبائل العربيه وازاي كانوا بيتعاملوا معاها. يعني خواجه اجنبي كان يحترم السلطة. ومن القبائل دي على فكرة اتكون سلاح الحدود، لأن أول سلاح الحدود هو الهجانة، كانوا بيجيبوها من البشرية ومن الناس دي لغاية ما جاء السيسي. أهو مذكرات راسل باشا، أو راسل اسمه راسل، أيوة توماس راسل. دخل مصر 1902 مسك الخدمة، مسك البوليس المصري لحد 46. كم سنة دي؟ كتير صح؟ حاجة بتاعت 25 سنة؟ 44 سنة. تخيل الراجل ده داخل مذكرات بيتكلم على العربان والعرب والقبائل العربية وازاي يتعاملوا معاها وايه أهمية الجمل وازاي احترموهم، عشان ده جزء من استقرار الدولة مش حبا في العرب. لحد ما جالنا واحد زي السيسي اللي أخل بالنظام الراسخ للقبيلة الممتدة من آلاف السنين، فالنتيجة فتنة وغضب بين القبائل العربية. القبائل العربية حضرات في صعيد مصر وفي غرب مصر طلعوا بيان كاشف للمهزلة، بيهاجموا فيه اختيار الجدع ده كرئيس للقبائل العربية، وبيعتبروا اللي حصل ده إهانة ليهم، وبيطالبوا الجيش والشرطة وأجهزة الدولة بوقف المهزلة دي. اتفضل، أدي البيان.
بيان قبائل الصعيد والغرب للتبرؤ من الاتحاد العرجاني. نوجه نحن السادة مشايخ القبائل العربية في الصعيد والغرب هذا البيان للإعلام المصري ولقيادة الجيش والشرطة وجميع أجهزة الدولة المصرية مع فائق الاحترام والتقدير، ونحيطهم علما بأن المدعو إبراهيم العرجاني لا يمثل القبائل العربية في مصر، وأن الاتحاد الوهمي للقبائل العربية باطل بعرف العرب ولا يستند على شرعية. ده جزء من البيان يا حضرات قدام حضراتكم عشان تعرفوا ان احنا مسكنا نوع من القردة العليا. ادي جزء من البيان. البيان الاتي لن تجده في المواقع الاخبارية الحكومية لانه مش على هواها، وبيكشف حقيقة العرجاني. بيان صادر عن السادة مشايخ القبائل العربية في الصعيد والغرب. القبائل العربية الاصيلة في سيناء شمالا وجنوبا ووسط معروفين ولهم تاريخ مشرف مع الدولة المصرية، ويرجعون الى قبائل الصعيد والغرب ولا يوجد بينهما خائن او عميل، فهم عقد من الذهب الخالص في القبائل العربية المصرية الأصيلة. انتخاب يا حضرات شيخ العرب ما بيجيش هباء، مش كده يعني، ده حاجة ليها أصول، مش عشان هو عنده رجالة أو عنده سلاح خالص. أهم حاجة في شيخ القبيلة دي نسبه، أهم حاجة في كبير القبائل ده النسب بتاعه. لابد أن يكون نسبه هاشمي، لأن شيخ العرب همام هاشمي، مش واحد يطلع كده عشان معاه دبلوم تجارة أو معاه شوية سلاح أو جاب 15 عربية جي إم سي والحاجات دي يطلع يعمل نفسه زعيم. القبائل بتحكم نفسها بتقاليد مستقرة من آلاف السنين. بعد ظهور الإسلام هذه القبائل بقى اللي يحكمها شيخ معتبر مشهود لي وحكيم، ولكن نسبه أيضا مهم، لابد أن يمتد نسبه إلى الهاشميين، يعني يبقى هاشمي، مش أي جعير يجيبوه، أصلها مش دولة مصر دي الجيش هيجيبه، لا، دي قبائل. العائل الصغير في القبائل دي حضرات، أنا بتكلم عن خبرتي، أنا بتكلم عن خبرتي مع القبائل العربية في سيناء والقبائل العربية في صحراء المنيا والقبائل العربية اللي موجودة في البحر الأحمر. العيل الصغير بيفتخر كده، أبوه بينادي أصغر عيل في البيت عشان يقول له قول اسمك إيه، والولد يقول اسمه لحد ما أنت تزهق، يفضل يقول نسب واسم لحد ما أنت تطلع على المعاش، ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن دي القبائل العربية، مش جايب له واحد جعر بتاع مخدرات، واحد كلاف كان بينظف تحت البهايم وعاملين ان هم دي القبائل العربيه. البيان اللي صدر من القبائل العربيه اتكلم عن اسباب موضوعيه لرفض اختيار العرجاني باعتباره لا ينتمي للاشراف، بل لا ينتمي للقبائل العربيه اصلا، واعتبروه دخيل على مصر ومن اللقطاء. ادي البيان يا حضرات، أسباب رفض رئاسة العرجاني لاتحاد القبائل. شيخ القبائل العربية لابد أن يكون من النسل الهاشمي الشريف حسب عرف القبائل، ده اللي قلت لك من شوية. أحفاد شيخ العرب همام أمير الصعيد وبرقة وشمال السودان هم المكلفون بهذا الأمر، هم الأشياخ، هي فيهم كابر عن كابر. لم يذكر التاريخ أن لقبائل سيناء مشيخة على القبائل العربية في الصعيد والغرب، نسبة 60 إلى 65% من أهالي سيناء لا علاقة لهم بالعرب، وأصولهم تعود لبقايا التتار والصليبيين ويهود الدنما. القبائل العربية الأصلية في سيناء شمال وجنوب ووسط معروفون، ويرجعون إلى قبائل الصعيد والغرب ولا يوجد بينهما خائن أو عميل. جميع الحملات والاستعمار من البوابة الشرقية لمصر آخرهم تنظيم القاعدة وداعش بسبب خيانة اللقطاء ومخلفات الحروب والاستعمار، ومن أبناء سيناء وليس العرب. الأخطر أن البيان حذر من فتنة بين القبائل بسبب اختيار واحد حتى ما عندوش أدنى مبادئ القبائل العربية، زي نجدة المظلوم، إغاثة اللهفان، وضربوا مثل بموقف العرجاني المغزي من استغلال أهل غزة والتربح من وراهم. وآدي البيان، أسباب رفض رئاسة العرجاني اتحاد القبائل أخيرا على الإعلام المصري وعلى جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية
معرفة ذلك على ألا تكون فتنة بين القبائل التي قد لا تؤدي قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. المدعو إبراهيم العرجاني قام بالمتاجرة بمعاناة أهلنا في فلسطين وغزة، حيث أنه يؤخذ على الرأس 10,000 دولار وهو ومجموعة البلطجية، وهذا عار في حق أهالي وقبائل سيناء للأبد، لأن العرب الأصليين يجيرون المستجير، وما فعله العرجاني يدل على أنه لا علاقة له بالقبائل العربية ولا ينتمي لها، وبالتالي لا يصح أن يكون ممثلاً لأي تجمع أو اتحاد عربي صادر عن مشايخ الصعيد عرب الصعيد والغرب. في المنيا حضرات، في بلد صغيرة اسمها نجع الجملة، ودول عرب من الجوازي، منهم البراعصة. أنا رحت عند البراعصة، أتذكر أني في أول يوم بيت في البلد أو في القرية دي أو في النجع ده، الباب كان مفتوح بتاع البيت، والليلة كانت مقمرة، كانت 14، وأنا ترعبت رعب ما شفتوش في حياتي، لأنه باب البيت مفتوح وكل شوية خيالي يعدي، فاكتشفت إن ده خيال حمار معدي، ومرة فراخ معدية. فصحيت صاحب البيت اللي هو صديقي أو زميلي اللي ضيفني، وسألته قلت له ما تقوم تقفل الباب ده، قال إحنا بنقفلش الباب هنا، ما عندناش باب بيتقفل. طب والبهايم بتاعتكم والحاجات؟ قال كله أمان. الناس كانت، أنا عشت، أنا مش بتكلم على فيلم، مش بتكلم على محمد رمضان وأحمد السقا، أنا بتكلم على حاجة أنا عشتها وشفتها. الناس دي عندها تقاليد، رفع السلاح في وش الحرمة عار، عدم نجدة المظلوم عار، حتى لو هو حرامي حاسبه بعدين. الضيف ضيف، والضيف سيدك، لما يخش البيت يبقى سيدك وتبقى خدامه. الناس دي عندها تقاليد العرجاني ما يعرفهاش ولا مصطفى بكري يعرفها. أنا هنا مش هناقش كتير موضوع النعرة القبلية ومهاجمة قبائل الصعيد لقبائل سيناء، وده طبيعي، طبيعي جدا، أنا مش هخش في القصة دي. لكن السؤال الأول هو، لما في قبائل عربية وهذه القبائل مستقرة من آلاف السنين من قبل أبوك ما ياخد أمك، عامل لهم ليه اتحاد؟ ما هم كانوا يعملوا اتحاد لو عايزين. ولما هتعمل اتحاد ليه هتعمل لهم تشكيل زي انتخابات؟ ليه الجو ده؟ هم ما يعرفوش القصة دي، ما فيش حاجة اسمها انتخابات، ما فيش حاجة اسمها جمعيات وهيئات. الناس دي عارفة كده، ما بتروحش محاكم، الناس دي بيختلفوا مع بعض، بيروحوا للشيخ، شيخ القبيلة. الناس دي حضرات بتحترم تقاليدها وعادتها، ولازم يكون شيخ المشايخ بتاعهم من ولاد علي. ليه فرضت عليهم العرجاني رئيس الاتحاد وتفجر أزمة زي كده؟ وهل ده يؤكد اللي أنا قلته هنا، إن العرجاني كان رغبة إسرائيلية؟ أنا قلت الكلام ده، قلت أنا متأكد إن العرجاني أجندة إسرائيلية، هدفها إيه؟ هدفها ضرب الدولة المركزية في مصر. الكلام ده أنا قلته في حلقة سابقة أفكرك بيه. أوعى تقنعني إن السيسي أو الجيش المصري بيحط مسمار في سيناء بدون رضا إسرائيل ومؤافة إسرائيل، أوعى تبقى ساذج. مفيش خشبة، مفيش كاوتش عربية يعدي في سيناء إلا بموافة إسرائيل. ده جزء مهم، ولا يمكن يتعمل كيان كبير قوي زي اتحاد القبائل العربية ده بدون توصية إسرائيلية، بدون دور لإسرائيل. وده يفسر ليه المجلس الوحيد اللي السيسي مش رئيسه هو المجلس ده، لأن إسرائيل سحبت القرار في سيناء. يا سادة، انتوا زعلانين من جنرال إسرائيلي يحكم سيناء، هنجيب لكم العرجاني، رجل إسرائيل الجديد في سيناء، اللي هيمهد الأرض لأي حاجة عايزة تعملها إسرائيل من تاني. الحلقة دي كانت 3 مايو، وأنا أتحدى حد يخالفني. إسرائيل بتحكم سيناء بمقتضى شكل كده كامب ديفيد، ومقسمين سيناء ألف وب وجيم ودال، وكل حتة في دول بتتحدد عدد الآليات فيها، نوعية الأسلحة، عدد الأفراد. مفيش طائر بيعدي في سماء سيناء إلا وإسرائيل عارف عنه خبر. اللي أضع الإرهاب في سيناء والجماعات الجهادية ما كانش الجيش المصري، كانت الطائرات الإسرائيلية.
فانت عايز تقنعني النهارده ان العرجاني يعمل اتحاد على بعد على مرمى حجر من الحدود الفلسطينيه واسرائيل ساكته؟ يا راجل قول كلام غير ده. السؤال الاخير، هي اي نتيجه وخطوره فرض العرجاني وبيان القبائل العربيه اللي رافضه؟ ازاي ده ممكن ياثر على وحده النسيج المجتمعي في مصر؟ مصر زي اي دوله في العالم، مصر عباره عن فسيفساء، لوحه موزايك، لوحه مليانه الوان، فيها المسلمين، فيها العرب، فيها البدو، فيها الاقباط، فيها ناس جايه من حتت تانيه، عندنا ناس اصلها من المغرب، لوحه موزايك كبيره قوي، زي اي مجتمع، زي انجلترا، زي اي، مفيش، زي ما قال الراجل بتاع قصه الحضاره وولد يرنت، في الشرق الاوسط يا حضرات عشان تصدق ان في عرق نقي يبقى انت اهبل. رسمي، مفيش دوله نقيه 100%، الدول كلها عباره عن لوحه موزايك كده مليانه حتت. استقرار الدوله هو المحافظه على الناس دي. نحترم الاقباط، نحترم البدو، نحترم العرب، ونعمل ما بيننا كده لوحه جميله عشان الدوله تستمر. انما هتعمل اي، هتخل من واحده من دول هتضرب استقرار الدوله. اللي عمله السيسي ممكن ياثر على وحده النسيج المجتمعي في مصر. وده الرعب اللي انا اتكلمت عنه هنا. ماذا لو نشا نزاع مسلح في مصر بين القبائل؟ هذه القبائل يا حضرات تملك سلاح انا شفت جزء منه بعيني. تخيل انك انت تتعزم في فرح عند جماعه عرب وتبقى قاعد على الدكه في خلاء والدنيا هايصه واصغر عيل شايل كلاشنكوف بشريط ذخيره قد كده. عيل طوله ما جابش 70 سنتي وماسك ده بقى وبيضرب جنب ودنك وانت تستخبى تحت الدكك لان ده عيل صغير مش عارف حاجه. تكتشف انه مدرب على السلاح، حتى ستاتهم بيضربوا نار. تخيل معايا كم السلاح ده؟ مخزون السلاح ده؟ تخيل انك انت يعني حتى مضادات الطيارات عندهم اللي موجود عند العائلات عادي جدا. بالمناسبه السلاح شرف عندهم. العيله اللي ما تملكش سلاح دي يعني تعبانه جدا. ولحد دلوقتي ميليشيات العرجاني معاها سلاح. عشان كده بنقول تخيل لو ده الناس دي خبطت في بعض، الارض هتبقى مشكله. شوف الخبر ده 23 يفتح مصر الان، يفتح ملف الاسلحه في صعيد مصر. واتحدى الجيش، اتحدى اي نظام عدى على مصر يعرف يحصر كم السلاح اللي في الصعيد. ترسانه يا بويد اسلحه. الفيسبوك مليان لو دور بيبو افراح في الصعيد السلاح فيها بيعمل ازاي. بتبقى معركه وهم بيحيوا العريس، معركه ضرب نار بلا مبالغه، بلا مبالغه. فجاه في لحظه معينه بتنطلق الكلاشينكوف مع الناس كلها، لدرجه ان انت تحس الكلاشينكوف ده اسهل من علبه السجاير كليوباترا. تخيل لو الناس دي وقعت في بعض، مشكلة. سيناريو مش أنا بس اللي شايفه، لكن كتير من عقلاء الوطن شايفينه، منهم الأستاذ عبد الخالق فاروق وغيرهم من العقلاء. قال الأستاذ عبد الخالق فاروق بيقول كده بالنص: عندما وصلني هذا البيان، بيان القبائل العربية، رغبت في نشره عليكم حتى يتبين لنا المسار الخطر والضار بكيان الدولة والمجتمع المصري من انتشار هذه النزعات القبلية والتي يلعب بها الجنرال السيسي والعصابة الحاكمة معه. فلنحذر من هذا المستنقع الخطير الذي يدفعنا إليه السيسي وحاشيته من عساكر مع عسكريين وإعلاميين مأجورين. دولة القبائل اللي بتضرب الدولة المركزية اللي بنشوف زعيمها العرجاني ماشي بموكب أكبر من موكب رئيس الوزراء، وبتمشي عربيات تابعة للقبائل دي تكسر حواجز الشرطة وهي بتقول إحنا الحكومة، وكأننا في الجزء الثالث من فيلم الجزيرة لشريف عرفة. إحنا الحكومة يالا، مجموعة من الرعاع اللي بيسلطهم فتاح السيسي عشان
يعيث فسادا في سيناء ويفرضهم على عرب ليهم تاريخ وليهم أصول وجذور وليهم كمان تقاليد وأخلاق. لو ضفنا لسيناريو الرعب ده وجود ميليشيات مسلحة مسيحية بقيادة نخنوخ اللي برضو احنا حذرنا من خطورته هنا في البرنامج ده كخطوة لتفتيت مصر على أساس عرقي أو ديني لضرب الدولة المركزية، وده اللي حذر منه الأستاذ عبد الوهاب المسيري. افتكروا الحلقة دي؟ العرة هي مصر دولة مركزية، وعشان كده الدكتور جمال حمدان بيقول في شخصية مصر إن حاكم مصر هو حاكم النهر، هو الذي لا بد أن يضمن أمن النهر من الجنوب إلى الشمال. إسرائيل زي ما قال الدكتور المسيري في الموسوعة بتاعته تعمل على ضرب الدولة المركزية. العرجاني بيمثل الحقيقة العرقية والقبلية، ونخنوخ بيمثل الحقيقة كل السيناريوهات، بس طبعا بخلفيته المسيحية، بيمثل كل سيناريوهات الرعب بتاعة الطائفية في لبنان في العراق والقبلية في السودان وكوارثهم اللي حصلت ودمرت البلاد. يضم كل ذوي الأصل العربي الذين وفدوا إلى مصر سنة 642. طبعا دي حتة سم كده صغيرة إن أنتوا ضيوف على مصر، فجيتوا بقى إيه وضبعتوا وبتعملوا اتحاد. بينسى الأستاذ عماد عامدا حقيقة، وأنا عايز أفوقه من جهله، أن قبائل سيناء موجودة من قبل المسيحية أصلا. القبائل العربية في سيناء موجودة من قبل، من يعني بص من أيام سيدنا موسى. القبائل العربية موجودة هناك، التاريخ بيقول كده. إنما عماد يحط لك حتة كده، ومحدش يقول لي إن العرجاني أو نخنوخ قصدي مش ممكن يعمل ميليشيا قبطية. التاريخ المصري علمنا عن الجنرال يعقوب، الواد الصايع اللي كان عنده كراهية للعرب وللمسلمين وللمصريين، واللي لما دخل نابليون بونابرت اتطوع في جيشه وعمل كتيبة، وهذه الكتيبة كانت مهمتها إنها تذل المصريين، وتقدمت هذه الكتيبة جيوش نابليون بونابرت في الصعيد، حتى إنه بعد ما اتطور أخذ لقب جنرال من نابليون، وإنه عمل معسكر لي في منطقة باب البحر قرب ميدان رمسيس، عمل قلعة وضم ليها كل الشباب المسيحيين اللي كان عندهم طار أو مشاكل مع المسلمين. وهذه الكتيبة كانت كتيبة للجيش الفرنسي، ولما خرجت فرنسا من مصر سنة 1801 خاف يعقوب أن يقعد في مصر، فطلع على الباخرة بتاعتهم ورحل مع مجموعته أو جزء من مجموعته إلى فرنسا، لكنه مات في عرض البحر فدفنوه في برميل نبيت. ده كان قبطي مصري، يعني عادي جدا. شفنا حفيد أحد شيوخ الأزهر كان جاسوس إسرائيلي، عادي جدا نشوف واحد قبطي يعمل كتيبة وتبقى مسلحة. احنا قدام خطر حقيقي مرعب على مصر. السيناريو حطته اسرائيل من زمان، وفضحوا الدكتور عبد الوهاب المسيري من زمان، من 25 سنه. دي من ابداعات الراحل عبد الوهاب المسيري، انه كشف من زمان السلاح اللي بتستخدمه اسرائيل في البقاء، وهو جعل العالم العربي على طريقه دول البلقان، صربيا والبوسنه والهرسك، يعني تقسيمه تفتيته وزرع خلافات حدودية وعرقية ما بينه وبين بعض، واستغلال ده في نمو إسرائيل وتقدمها. ده اللي كتبه الدكتور المسيري من 25 سنة، وحذر من ضرب الدولة المركزية في مصر، وده اللي بيحصل. لكن أخطر حاجة في استراتيجية إسرائيل دي هي اهتمامها بمصر على وجه الخصوص، اللي المسيري أفرض لها جزء خاص في الكتاب بتاعه، وفضح فيه لماذا تهتم إسرائيل بتقسيم مصر وضرب الدولة المركزية اللي مصر عاشت عليها من فجر التاريخ لحد النهاردة. وقال لنا إيه الأخطار المميتة بالنسبة لإسرائيل لو مصر تقدمت أو استقرت أو فضلت موحدة وقوية.
ادي اللي قاله المسير يا حضرات، من 25 سنة بلقنت مصر، يعني جعلها زي دول البلقان كده اللي هو البوسنة والهرسك والحاجات دي، ولا يستثني مصر تصور البلقنت مصر، رغم أنها الدولة الوحيدة في المنطقة التي ظلت 6000 عام تمثل تماسكا قوميا ثابتا. فإسرائيل تعلم أن المخاطر التي يتعرض لها الكيان الصهيوني إن ظلت مصر في تماسكها أولا، وفي تضخمها الديموغرافي ثانيا، وفي تقدمها التكنولوجي ثالثا، هي مخاطر قاتلة. فمصر وحدها تستطيع إذا قدرت لها القيادة الصالحة على تعبئة القدرات والاستخدام الأمثل للإمكانيات أن تقضي على إسرائيل، وهي لذلك أكثر إلحاحا في تطبيق مفهومها لتجزئة مصر. البوسنة والهرسك وصربيا كانوا دولة واحدة اسمهم يوغوسلافيا، اتقسموا لمجموعة دول زي البازل كده. ده السيناريو الإسرائيلي اللي حطته إسرائيل لمصر، تبقى زي البازل، محدش فيه صورة كاملة، تبقى دول أو دول مش مركزية بس ما بتحكمش يعني. وده اللي بيحصل أو علاماته بتحصل، محدش قدر يكون الصورة الكاملة إلا دلوقتي بعد ما بقى العرجاني وسيلة لتنفيذ أو حماية إسرائيل. حتى لو كانت تمن تقسيم مصر ونبدأ بقى نثير النعرات القبلية ما بين عرب شرق وعرب غرب، ونبدأ بقى نثير مشاكل فتنة طائفية أقباط ومسلمين. أدي البوست بيربط بين عملية رفح والشركة الأمريكية لإدارة المعبر. الأخبار القادمة من رفح الفلسطينية قليلة، ولكن حتى الآن العملية العسكرية محدودة، كما تم الاتفاق بين الاحتلال ومصر وأمريكا مع وجود اشتباكات مع فصائل المقاومة الفلسطينية ممكن أن يؤدي لتفجير الوضع. المهم أن الخطة الإسرائيلية هي التحكم في المعبر ومحور صلاح الدين واعتباره مكسب من مكاسب الحرب، ولكن طريقة إقحام شركة أمريكية للتحكم في المعبر ما تدخلش على عيل صغير، واضحة أوي أنها إسرائيلية وأعضاءها من جيش الاحتلال. ولو الموضوع انتهى عند كده إن شاء الله فممكن نعتبرها نهاية جيدة، ولكن يتبقى السؤال أو سؤالين: إيه هي مهام الشركة الأمريكية اللي هتدير معبر رفح؟ اتنين، إيه علاقتها بشركة هلا ومجموعة العرجاني؟ المحصلة النهائية يا حضرات، المراد تحقيقها هو تحقيق الأمن المطلق لإسرائيل. وقلنا لكم هنا من يومين إن الدكتور المسيري قال في الموسوعة بتاعته أن إسرائيل لا تتخلى عن أرض احتلتها إلا بر هذه الأرض رصيد أمني لها. المسيري كتب الكلام ده من 25 سنة. عشان إسرائيل تستمر لابد أن تكون الدول العربية كلها مفككة، دويلات ملهاش أي 30 لازمة. لابد أن يكون أي أرض بالنسبة لها هي تسيبها يبقى رصيد أمن لإسرائيل. تقسيم مصر تفتتها تبقى ضعيفة ما بين ميليشيات قبلية وميليشيات عرقية ودينية، وجيشها اللي كان في يوم من الأيام خطر استراتيجي على إسرائيل يتحول إلى مجرد حارس، أنا آسف، بواب لحماية إسرائيل وأمنها. والفيديو اللي امبارح نزعته شيء محزن جدا. تخيل لما يبقى عدو الجيش المصري هو الفلسطيني مش الإسرائيلي. الجيش المصري اتلعب في دماغه عشان يظهر فيديو زي ده. تخيل ده شاب غزاوي فلسطيني ودول مجموعة شباب مصريين في الجيش المصري بزي الحرب، وده السور اللي بيحمي أو اللي بيفصل غزة عن مصر، وده نازلين في ضرب. أقسم بالله العظيم وأنا أتحاسب على قسمي لو هذا الشخص إسرائيلي لم يكن يجرؤ قائد العيال دي أنه يزعق فيه. تخيل، تخيل ثلاثة من عساكر الجيش المصري ماسكين صبي فلسطيني بيدعكوه الدعكة دي. أنا ما أعرفش السبب، وأنا مكتوب إنه حاول يهرب من القصف، أنا مش ممكن أصدق القصة دي. إنما تخيل الثلاث عساكر دول ماسكين الشاب الفلسطيني ده بيضربوه علقة. أنا أقسمت وأحاسب على قسمي إن الشاب ده لو إسرائيلي
لم يكن يجرؤ قائدهم، مش هم القائد بتاعهم، انه يزعق فيه. العقيده بتاع الجيش المصري اختلت. العيال دي اتلعب في دماغها. العيال دي تعرضت لاكبر كميه سموم من احمد موسى ومن نشأة الديهي ومن غيرهم وابراهيم عيسى. العيال دي تقال لهم احنا مالنا ومال فلسطين، ما يدعكوا الفلسطينيين. احنا حاربنا كتير عشان فلسطين، احنا سبب تاخرنا فلسطين. العيال دي تعرضت لاكبر عمليه تسميم دماغ في التاريخ. الخلاصه يا حضرات، مصر النهارده بيدق ناقوس الخطا تاني كبير جدا. يا جماعه في خطه لتقسيم مصر على اساس قبلي وعرقي واثاره فتنه لعن الله من ايقظها، وزرع شراره الثغره النعره القبليه دي مشكله. انا مش مع نظريات المؤامره، لكن لو كان ماسك مصر عميل اسرائيلي ربته اسرائيل وجندته، ما كانش هيقدر يحقق ربع اللي عمله السيسي. مستحيل مستحيل. لو ان اسرائيل زرعت في مصر عميل جاسوس ودربته على احدث مستويات التدريب وخلته يمسك مصر، ما كانش هيعمل في مصر اللي عمله السيسي ده. لا احياء سايبهم، ولا موتى سايبهم في حالهم، ولا تاريخ سايبه، ولا قبائل سايبها، ولا حدود سايبها، وعمال يخبط في كل شيء. والقصه كلها تفتيت مصر وتغزيمها ووضعها على حافه هاويه التقسيم، على قاب قوسين او ادنى من الحرب الاهليه. وللأسف الناس كلها شايفة مقدمات الخراب، ولكن الكل واقف يتفرج عجزا أو خوفا أو طمعا. إنما الناس اللي بتشجع زي إبراهيم عيسى وخالد منتصر وغيرهم، فالناس دي حضرات بتكسب. مصر اتباعت لمجموعة من الصعاليك والعرر والجعرات، وما نقولش غير القول اللي بيقوله الناس: حسبنا الله ونعم الوكيل. مين في العالم كان يتخيل ان احداث 7 اكتوبر تغير مجرى الاحداث في العالم كله بهذا الشكل، وان فلسطين اللي كانت خلاص بيتم الردم عليها بالتراب في مقابر التطبيع بتخرج لساحه الاحداث من تاني؟ مين كان يصدق انه رئيس امريكا يتخلى لاول مره عن كل التحفظات ويعترف على الهوى انه ارتكب جريمه؟ ومش بس كده، ويهدد اسرائيل. تخيل تخيل بايدن يطلع على الهوى ويهدد اسرائيل بشكل صريح، وده خلى صحيفه اسرائيل هيوم تقول الكلام ده: بايدن يهدد بشكل صريح بوقف شحنات الاسلحه اذا دخلت اسرائيل معبر رفح. طب ما دخلته حيله، ما دخلته يا خفيف. شاهد عزيزي المواطن ازاي بايدن بيعترف في حوار ليه مع سي ان 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 الاسلحه الامريكيه قتلت المدنيين. شوف كده. سأكون واضحا، إذا ذهبت إسرائيل إلى رفح فلن أقوم بتزويدها بالأسلحة التي استخدمت تاريخيا للتعامل مع تلك المشكلة، بينما سنواصل تقديم أسلحة دفاعية لإسرائيل بما في ذلك نظام القبة الحديدية، والشحنات الأخرى ستتوقف في حال بدأ غزو بري كبير لرفح. كان اعترف الراجل أنه الأسلحة قتلت مدنيين. البشرية عدى عليها واحد من الأدباء الكبار قوي اسمه ألبرت، اسمه تشي جيفارا، السائر الكبير، قال: نحن لا نطمع خالص في أن ينتهي القتل في العالم. مش يعني مجانين لو 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 تخيلنا أن القتل هيخلص من العالم، ولكن كل ما نطمع فيه ألا يبرر هذا القتل. هو الراجل ده له كلمة مشهورة قوي: نحن لا نطمح في أن ينتهي القتل من العالم، ولكن كل ما نطمح فيه ألا يبرر هذا القتل. لأن أمريكا هي الداعم الرئيسي لمقتل هؤلاء المساكين، الداعم الأساسي. إعلام عبري: واشنطن أرسلت 230 طيارة شحن و20 سفينة أسلحة لإسرائيل منذ أكتوبر الماضي،
وشملت هذه الشحنات الأمريكية قذائف المدفعية والمركبات المدرعة والمعدات القتالية الأساسية للجنود وفق صحيفة يدعو تحرنوت. 230 طيارة شحن، 20 سفينة أسلحة. طيب نكبر الصورة كده ونشوف حجم الصفقات اللي حصلت من الحرب لحد شهر مارس اللي فات بأحدث الإحصائيات. اتفضل يا بيه. الرؤية الإخبارية بتقول لك إيه بقى؟ صفقات الأسلحة 100 صفقة بيع انتهت، 600 صفقة جاري تنفيذها، إيه تاني يا بيه؟ 23 مليار دولار تكلفة الصفقة. الأسلحة 23 ألف سلاح دقيق، 58 ألف قذيفة، ذخائر للقبة الحادية، صواريخ هيل فاير، طائرات مسيرة، قنابل ذكية. المصدر وول ستريت. اللي عمله بايدن، المحللين والمراقبين قالوا انه اعتراف رسمي وشهادة إدانة لبايدن، زي ما قال الكاتب الأستاذ خليل عناني. قال عندما يعترف المجرم على نفسه وعلى بقية زملائه المجرمين ويكون الاعتراف على رؤوس الأشهاد في أهم شبكة إخبارية في العالم، هذه أهم وثيقة إدانة لبايدن بالصوت والصورة باعتباره مجرم حرب، حرب غزة التي فضحت وعرت الجميع، وما يعلم جنود ربك إلا هو. اللي حصل من بايدن استكمال لحال الغضب اللي حصلت في الشارع الأمريكي واللي قادها طلاب شباب عمرهم 18 و19 سنة. اعترافات بايدن خلت الوزير الصهيوني بن غفير أحد زعماء اليمين المتطرف، في وجهة نظري وجهة نظر المحللين أنه ده مختطف، ده اختطف عقلية بنيامين نتنياهو. الرجل ده وصف بايدن بأنه بيحب حماس. بن غفير يهاجم الرئيس الأمريكي بعد حظر الأسلحة، بايدن بيحب حماس. مراته محجبة هي، يقعد يكلمك على الحجاب في الإسلام ويزعلوا من الحجاب. بص مراته محجبة اهي، ما ده حجاب، ده يقعد يقول لك الحجاب والمسلمين. يا عم ما الستات اليهوديات بيتحجبوا هم، لا مالناش دعوه اليهود، احنا بنسكر ونقعد في النادي اليوناني عشان نبوظ السيره والسنه والقران والحاجات دي. بن غفير قال له بايدن انت بتحب حماس يا بايدن، عضوه كنيست اسرائيليه. وانا الحقيقه العضوه دي انا رايي انها ولو في فيديو ليها يبقى احسن، ليها فيديو. انا رايي انها لازم يكشفوا على عقلها. هو في فيديو ليها في الكنيست، هي فكرتني بالست بتاعه تونس دي، اسمها ايه، في ست من تونس كده كانت يعني بتطلع تشرشح كده وتعمل حاجات وبتاع. الست دي وقفت في البتاع ده الكنيست الاسرائيلي وشعرها بقى نازل وعامله، وفي حاجه فيها مش مظبوطه نفسيا يعني. قالت ايه؟ هي شبه عبير موسى بالظبط. قالت ايه بقى؟ ان لم تزودنا واشنطن بصواريخ دقيقه سنستخدم الغير دقيقه. طبعا هي ما قالتش غير دقيقه، هي قالت الغبيه. لو جبت الفيديو بقى اكتر. قالت لك ايه؟ اسمها تالي جوتليب. بدلا من استخدام صواريخ دقيقه لتفجير غرفه صغيره ومبنى واحد سافجر 10 ابنيه. هي الترجمه بتاعتها مش صواريخ غير دقيقه، الترجمه بتاعتها صواريخ غبيه. بس هم الجماعه الاناضول بيترجموا كده يعني بشياكه يعني. الست دي وقفت في الكنيسه الاسرائيلي تشرشح وتصوت ولازم نضرب الاسرائيليين، هي الست دي. بس هتلاقي بقى الفيديو بتاعها في الكنيست، هي دي. انا لما شفتها بتتكلم في الكنيست حسيت انها شبه في يعني في حاجه يا جماعه. ها هي الريحه كريمه، لا ليها وهي واقفه على البوديوم عماله تخطب كده بشعرها، فكرتني بعبير موسى قوي. هي النوعيه دي من الستات كترت في العالم يظهر. بنشوف ازاي المسؤولين الاسرائيليين مش عارفين يقنعوا نواب الكونجرس بموقفهم من استكمال الحرب، وده اللي قاله موقع اكسيوس النهارده. سبق صحفي، فشل المسؤولين الاسرائيليين في تخفيف التوترات في اجتماعات الكابيتول هيل. الراجل يعني بعد ما عندهم هم خلفيه يعني هم مسيطرين على امريكا اسرائيل يعني، لكن فشلوا. مختله مش طبيعيه، مش طبيعيه بجد يعني. انا طبعا ما بفهمش عبري ولا بقى عارف اترجم،
بس قعدت اتفرج على لغه الجسر عندها مش طبيعيه مش طبيعيه، يعني شخص مش طبيعي. بص انت العب من غير صوت، العب من غير صوت، بص وتعمل شعرها كده وتعمل شعرها كده وترفع شعرها وتنزل شعرها، ده شخص مش طبيعي. بتتكلم كده على القتل، اذا امريكا منعتنا ان احنا بالصواريخ الدقيقه هنضربهم بالغبيه، وبدل ما هد مبنى هد 10 مباني بقى عليا وعلى، بص 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 بص، وايدين وتشلح وتشبح، مش حركات انثى ابدا ولا ذكر بالمناسبه، ده هجين كده، ده النوعيه دي من الستات بتبقى هجين ميكس، مش احنا قلنا الرجاله اكس واي والستات اكس اكس، دي بقى 28 حرف بتوع اللغه عندها في علم الوراثه، دي هيتعبوا فيها جدا، يعني معامل وراثه مش هتلاقي حاجه، يعني ما هي دي مش اكس واي ولا اكس اكس، صح؟ دي ايه؟ حد يقول لنا بقى بتوع علم الوراثه يقول لنا دي ايه؟ مش بس كده، كبير دبلوماسيين الاتحاد الاوروبي ادان اسرائيل بشكل رسمي وقال ان اللي بيحصل ده احنا محتاجين نتحرك تحرك من الجنائيه الدوليه. شوف الراجل ده كده وركز مع الراجل قوي. It is not an agreement for the ceasefire. Hamas accepted, Israel rejected, and the land offensive against Rafah has started again. Despite all the requests of the international community, the US, the European Union member states, everybody asking Netanyahu not to attack Rafah. What's happening in Gaza, sooner or later, the International Criminal Court will have to say something. And by the way, I condemn any kind of intimidation to the International Criminal Court. Enough is enough. Some statements threatening the International Criminal Court and threatening to retaliate against the Palestinian Authority if the International Criminal Court decides whatever he has to decide are fully rejectable. حد في المشاهدين دلوقتي افتكر الراجل ده؟ حد في السادة المشاهدين افتكر الراجل ده؟ العبوا كده حطوا تو ويند والنبي الله يخليك وحاولوا تفكروا الراجل ده. الراجل ده بيقول لازم الجنائية الدولية تتحرك فورا. بص على الراجل ده، فاكره؟ حد فاكر شكله؟ قال حماس وافقت لكن اسرائيل مشكله وبدا الهجوم. حد فاكر الراجل ده؟ طب اللي مش فاكره انا هساعدك تفتكره. الراجل ده كان طلع مع احد الاساتذه مذيعين الجزيره ودافع عن اسرائيل من كذا شهر، جوزيف ده، حطه كده، حطه كده على الشاشه لما كان بيدافع عن اسرائيل. يعني هو في الحديث ده مع عثمان اي فرح تقريبا قال لك لا اسرائيل بتدافع عن نفسها وبتاع بس، يعني وان لازم حماس تتحاكم. بعد 7 شهور جه اتكلم اهو وبيقول ان المحكمه الدوليه الجنائيه لازم تتحرك. شوف التغيير اللي حصل في وجهه نظر جوزيف ده وازاي اتغيرت لهجته. انت لما تشوف لهجته من 7 أو من 6 شهور وتشوف لهجته دلوقتي حد تاني خالص، ده بيطالب بمحاكمة إسرائيل أو قادة إسرائيل. يعني الرجل اللي كان بيدافع عن إسرائيل من 6 شهور الآن يطالب بمحاكمة قادة إسرائيل رسمي، وده تغيير رهيب جدا. دلوقتي جوزيف بيغير لهجته وخرجت الخارجية الإسرائيلية تنتقد كلامه زي ما بتقول هارتس. الخارجية الإسرائيلية تنتقد تصريحات كبير دبلوماسي الاتحاد الأوروبي بشأن المفاوضات بشأن الرهائن. إرهاب بقى، حالة الإرهاب اللي عاملاها الإسرائيليين على العالم وعلى كل المؤسسات الدولية والرد عليها بسبب الإصرار الإسرائيلي على اجتياح رفح زي ما كشفت الول ستريت في تقرير لها، بتقول إسرائيل تضغط على رفح وسط توترات دبلوماسية وتفاقم الأزمة الإنسانية. وبنشوف الصحافة الإسرائيلية بتقول لك فهمي نظمي رسمي كده إن دخول رفح هو نية إسرائيل لاحتلال غزة مرة تانية. إن هارتسي إن السيطرة على معبر رفح تعني إن إسرائيل تحتل غزة مرة أخرى. طب بعد الليلة كلها مصر فين بقى؟ يعني بايدن اللي تبعهم اعترف وقال لك مفيش سلاح لإسرائيل ومتضايق منهم وبيضايق عليهم سياسيا. الاتحاد الأوروبي كبير الدبلوماسيين بتاعه قال لك لا كده لازم نروح محكمة الجنائية الدولية. بايدن بقى طلع اتكلم باسم مصر وقال لك عملية رفح عاملة مشاكل للقاهرة، عملت مشاكل لمصر، تحرك إسرائيل أزعج مصر؟ لا ما أزعجش مصر ولا حاجة. تلاش يا بايدن ولا 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 بيبي يقلق، ما أزعجتش مصر. هتقول لي إيه الدليل؟ أقول لك الدليل إبراهيم عيسى وأحمد موسى
اللي طلعوا قالوا ان غزه ما تخصناش ورفح ما تخصناش، اللواء سمير فرج القائد الجهبذ العسكريه المصريه اللي طلع قال لك ولا عملوا اي حاجه، مفيد شهاب اللي طلع قال ما فيش اي مشاكل خالص، مفيش ضرر علينا، اعلام السامسونج كله طلع قال لك ولا في اي حاجه، يطلع الرئيس بايدن يقول لك انه اجتياح رفح بالشكل ده ازعج مصر. اعلام السامسونج والتطبيل والصمت المريب، صمت كسروا بايدن، كسروا بايدن وكشف ضرر اقتحام اسرائيل لرفح على مصر. ده احنا بعد كده بقى ننتخب بايدن ويبقى رئيس لمصر. بجد والله راجل بيتكلم باسم مصر يقول لك هذه العملية أزعجت مصر وعملت مشاكل لمصر. أقول له إيه؟ طالما أنت عندك جعير مستخبي وحط وسطه، فاكر أنت أيام ليبيا لما كانت في أحداث في ليبيا وبتاع كان كل يومين يطلع هنعمل هندمر. اليومين دول في غزة مستخبي هو، حد بيشوفه؟ فاكرين في ليبيا؟ أحداث ليبيا لما كان في مشاكل على الحدود الشرقيه لليبيا كان يطلع كل يومين والله، وانا ويستعرض القوات المسلحه ويقعد يعمل لك كده حاجات والنظارات والحراسه. اليومين دول السيسي مستخبي تماما بعد دخول اسرائيل رفح، مستخبي تماما مش عايز يظهر، خايف يزعل اسرائيل. وده اللي خلى الاعلامي والكاتب حافظ المرازي يعلق على المشهد ده بالتغريده دي، يقول يبدو ان مصر اشتكت سرا لامريكان ما فعله او مما فعله نتنياهو من احراج ومشاكل لها بدخول قواته الى معبر رفح، ولم نعرف ذلك الا من تصريحات الرئيس الامريكي لمذيعه سي ان ان، وهو يعلن ان امريكا لن تعطي اسلحه هجوميه لاسرائيل من قنابل وقذائف مدفعيه لو دخلت رفح. وحين سألته المذيعة ماذا فعل الإسرائيليون إذن حتى الآن في رفح؟ قال إنهم لم يدخلوا التجمعات السكنية في رفح، لكنهم دخلوا الحدود، مما تسبب في مشاكل كبيرة مع مصر، ونحن حريصون على علاقة جيدة معها. على الأقل بايدن المتفاخر بأنه صهيوني رسم أخيرا خطا أحمر لإسرائيل في رفح، ولولا اعتبارات انتخابية، بينما لم تعلن مصر عن أي إجراء لخرق خطوطها الحمراء أو حتى تعلن أنها اشتكت لأمريكا مما فعله بها نتنياهو. ربما الصمت لعدم وجود اعتبارات انتخابية تخلق الرئيس المصري خلافا لبايدن. لكن الحق يتقال يا أولاد، أنا مش هكدب على ربنا، السيسي مش ساكت، السيسي مش ساكت. فاكرين في ليبيا بعد سيطرة إسرائيل على معبر رفح مصر هددت بوقف الوساطة في مفاوضات الهدنة؟ القاهرة الإخبارية التي دأبت على الكذب طلعت تقول اهو الرئيس المصري يؤكد الرفض الكامل للعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح. دلوقتي انا دلوقتي قدامي على تويتر حالا اهي، حالا الرئيس المصري يؤكد رفض مصر للعملية العسكرية. يا راجل اهو والله، اسمع اسمع. عبد الفتاح السيسي الرفض الكامل والتحذير من الآثار الإنسانية الكارثية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية التي تحرم أهالي غزة من شريان الحياة الرئيسي للقطاع وتعطل المنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثة. امتى بقى؟ ده بعد ما طلع الرئيس الأمريكي بايدن مع، بس ركز بس، فضل ساكت ومستخبي لحد ما طلع الرئيس بايدن قال إن العملية العسكرية الإسرائيلية دي عملت مشاكل في رفح، عملت مشاكل لمصر. والكلام ده قاله بايدن بقى من بدري، فالسيسي اطمن اطلع، قال له اطلع، راح طالع دلوقتي بعت للقاهره الاخباريه الكذابه، فالقاهره الاخباريه قالت لك اكد الرئيس السيسي رفضه الكامل للعمليه العسكريه في اسرائيل. طب والعمليه العسكريه دي قربت تخلص، دي كانت قربت تخلص يا عبد الفتاح. اربط ما بين تصريح الرئيس الامريكي بايدن في السي ان ان وظهور السيسي، خد الاذن اطلع هو بايدن، متاكدين ان بايدن قال، هتقولنا حد بيترجم انجليزي كويس، متاكدين ان بايدن طلع قال ان مصر متضايقه؟ قال له اه. اطلع، قال له اطلع بقى اتكلم بقى، الرئيس السيسي يؤكد رفضه الكامل للعمليه الاسرائيليه في رفح.
يا عم شغل جعرات يا عم. اللي بعده من 10 سنين أو خلال 10 سنين اللي فاتوا الدنيا اتقلبت رأسا على عقب حرفيا، وشفنا المعايير بتختلف، شفنا حاجات ما كانتش في خيالنا. منها مثلا الحرامي بقى شريف، والشريف بقى حرامي، والغزية بقت فوق الدكتورة، والرخيصة بقت ست جيرانها. والله العظيم شفنا الدنيا كده، والخاين بقى وطني وبقى هو الأمين الخاين. 10 سنين إعلام السامسونج ما بقاش له هدف إلا أنه يطبل وينافق ويلمع في شخصيات لها تاريخ معروف في الفساد. 10 سنين بيلمعوا أوسخ من أنجبت مصر، لأنه مرضوا عني من السيسي، فالقذارة تتحول لحاجة حلوة، أنت بس مش شايف كويس، والزبالة تبقى هي الشعار. وطبعا الحرامي قوي بقى أمين قوي وشريف قوي. من الشخصيات دي المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، واللي عينه السيسي في المنصب ده من فترة، يعني من فترة كبيرة، يعني في 2016 تقريبا. في العلن كده قدام مجلس النواب طلع لأول مرة منذ 10 سنوات يقول لي بقى اسمع: امتثالا لواجباتي الدستورية والقانونية بشأن معاونة مجلسكم الموقر في الرقابة على المال العام ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة ومراجعة حساباتها الختامية، وإذ بشر جهاز مهامه في هذا الصدد على الوجه المبين في القانون عن السنة المالية 2022-2023 ملتزما أقصى درجات المهنية والحيدة والتجرد والاستقلال، وقدم عن ذلك تقريره إلى مجلسك الموقر في الميعاد المقرر قانونا مشفوعة بتوصياته، فأنه يؤكد على أن نتائج مراجعته التي عكستها ملاحظاته وما استخلصه من ظواهر ومؤشرات جاءت معبرة بدقة وشفافية تامة عن استخدامات الموازنة العامة والموازنات المستقلة وعن حقيقة المراكز المالية والأوضاع الاقتصادية للجهات الخاضعة. أولاً عزيزي المشاهد، أنا أول مرة أخد بالي إن الفيديو ده فيه حاجة. الفيديو ده زي ما أنتم شايفين كده، لو ميزو قرب لنا الفيديو قوي ويقفل الإيربيس كتر خيرك يا رب. الفيديو ده مش مجلس الشعب القديم، ده المجلس بتاع العاصمة الإدارية. يعني معنى كده إنه نقل مجلس الشعب خلاص للعاصمة الإدارية. ده كراسي العاصمة الإدارية. وبالمناسبة بقى عشان نتكلم بقى حلو، أنا معرفش اللون ده اللي اختاروه ده، لون قمصان النوم ده ليه اختاروه؟ يعني أنا لما بشوف البرلمانات بتبقى لها ألوان، يعني إيه اللون ده بقى؟ اللون ده اسمه إيه يا جماعة؟ حد يعرف اللون اسمه إيه؟ دي أول حاجة. تاني حاجة، معرفش هو كده زعل أخونا إبراهيم عيسى والجماعة العلمانيين، لأنه الوحدة اللي زينوا بيها المقاعد دي وحدة إسلامية معروفة، يعني وحدة النقش دي وحدة إسلامية معروفة. مش معقولة والله العظيم، ليه؟ طب نقلوا ليه بقى الحاجات البرلمان؟ تخيل يعني كده البرلمان اللي شال القصر العيني اتقفل خلاص بقى معلم، خلاص البرلمان كده نقل. الراجل ده قال كلام كده، عارف مين الراجل اللي قاعد قدامك ده؟ ده هشام بدوي. عارف هشام بدوي ده كان بيشتغل في ايه الاول؟ امن الدوله، اللي هو الامن الوطني، نيابه امن الدوله، وكان بيشرف بعد الثوره في يناير على التحقيقات في قضايا فساد كبرى زي قضيه هدايا الاهرام والحاجات دي، ماشي، قضايا كانت فيها اسماء اركان مبارك. الغريبه ان القضايا كلها انتهت على لا شيء، مش بالبراءه، لأنه حسن حمدي رئيس النادي الأهلي كان متهم في قضية هدايا الأهرام وخرج بكفالة مش عارف 2 مليون جنيه ولا حاجة كبيرة كده. بص بقى، هشام بدوي يد السيسي بالجهاز المركزي للمحاسبات، يعني
جاب واحد من امن نيابه امن الدوله عينه جهاز. بصوا كان شكله عامل ازاي دلوقتي، عمل فيها يول براينر. قاضي كان اتعين في 2016 واتجدد له بعد كده. والحقيقه هو الراجل ده من الاول عنده مشاكل مع الاخوان المسلمين. في 92 اهو حقق في قضيه اسمها شركه سلسبيل اللي اتهم فيها خيرت الشاطر وحسن مالك. وبرده في قضيه غسيل الاموال بتاع احمد عز وكذا وكذا وكذا، وبيع وتصدير الغاز لاسرائيل وست دول اوروبيه وحسين سالم، وكله بالبراءه. تخيل تعين اهو في 2000. وبص يا معلم، ده هشام بدوي. هشام بدوي ده جه بدل مين؟ لو انت فاكر، جه بدل القاضي الجليل المستشار هشام جنينه. هشام جنينه اللي فجر قنبله في 2016 لما فضح حجم الفساد في مصر، وقال ان حجم الفساد في مصر 600 مليار جنيه. السيسي زعل وشاله. سي ان ان، تكلفة ال 600 مليار فساد بمصر تطيح بهشام جنينه، وخلاف جديد بين مؤيدي ومعارضي السيسي. يعني حضرات، هشام جنينه كل ذنبه انه اشتغل شغله. قال في فساد في مصر بما يعادل 600 مليار جنيه. دي حاجه ما تزعلش حد. لو السيسي راجل امين قوي او امين بس وشريف قوي او شريف بس، كان اول حاجه يعملها هات يا عم الملفات، هات الحراميه دي حققوا معاهم. انما هو ما عملش كده، هو ساب الحراميه وقبض على هشام جنينه، واتعملت له محاكمه عسكريه 5 سنين. 5 سنين عشان الراجل قال يا جماعه في مخالفات ماليه واداريه في الدوله بتعادل 600 مليار جنيه. بعد السنين دي كلها لسه اللي عمله هشام جنينه في السيسي وعصابته طالع من نفخهم، ومش ناسيين انه فضحه. تخيل اعلام السامسونج النهارده او امبارح يعني يهاجمه ويغلطوا في اللي عمله، وفي نفس الوقت يطبلوا لهشام جنينه، لهشام بدوي. تخيل اللي جه مكانه. شوفوا حضرات، البلد دي بس عليه العوض في المنطق، عليه العوض في الاخلاق. اسمع اللي عمله احمد موسى. اول مره تجد رئيس جهاز مركز المحاسبات يخرج يقف يتكلم، بس هنا بيتكلم ايه؟ البرلمان. ما تشوفش تصريح للمستشار هشام بدوي، وانا افتخر انه صديقي وانا ابقى فخور انه اعرف هذا الرجل، بقول لكم وهو رئيس النيابه. هشام جنينه كان يطلع كل شويه جايب 70 قناه ومليون مراسل ويطلع التقارير دي على الهواء. كانت سيبه. كانت ايه سيبه؟ ده مش عمل جهاز مركز المحاسبات. عمل الجهاز اللي عمله النهارده المستشار هشام بدوي. تقارير الجهاز دي تقارير سريه، بس مين اللي يتابعها؟ البرلمان، زي ما حصل النهارده. يعرض على البرلمان. وملاحظات جهاز مركز المحاسبات البرلمان هو اللي يحقق او يشوفها او يشوف ايه اللي فيها، زي ما حصل كده. كان هشام جنينه مش بيطلع عشان، لا كان بيطلع عشان يتكلم على البلد. اتكلم على البلد، مش عايز اتكلم عنه كتير، انه خلاص يعني. هو انت اللي مزعلك انه طلع اتكلم على العلن، ولا اللي مزعلكم انه قال في فضايح وسرقه؟ يعني يا جماعه الجدع ده هو باي منطق ده يطلع الشاشه؟ ده مش بس يعني انا ما بعيبش على خلقه ربنا عشان احنا ما لناش يد فيها يعني. انما انا بتكلم على المخ ده بقى ملوش دعوه بقى، ما تقوليش خلقه ربنا. ده في، عارف حافر الجحش؟ في حافر جحش في دماغه. قسما بالله السته من الواد ده ما يجيبوش قرد. سته من احمد موسى ما يعملوش قرد. تخيل واحد بيقول لك شوف اللي عمله الراجل ده بيتكلم في البرلمان، لكن اللي عمله هشام جنينه انه بيتكلم فيه على العلن. انتوا متخيلين المنطق؟ انت متخيل واحد بيتكلم المنطق ده؟ يعني انت مزعلك انه نشر غسيلكم الوسخ في العلن، بس دي جريمته؟ طب و600 مليار؟ قال لك دي خريطه سريه. بالمناسبه المستشار هشام جنينه ما قالش 600 مليار دول
ما قالش فلان وحسن وحسين وصلاح وحاج احمد، ما قالش اسماء حد. ده الراجل قال هناك فساد يعادل 600 مليار جنيه. عارف كل جريمه هشام جنين ايه؟ انه لما قال كده قال من بدايه تولي السيسي حتى الان. السيسي تولى في 2014، فهو طلع في التصريح ده هشام جنين قال من بدايه متولى الرئيس السيسي حتى الان فساد ب 600 مليار جنيه. فاسم السيسي عمل مشكله. بس عشان كده احمد مصطفى بيقول لك ايه؟ مش في العلن. شو اللي عمله قدام البرلمان وتقارير، وتقارير سريه، تقارير سريه. والله حاجه غريبه جدا. ده يا جماعه، ده يا جماعه ما فيش منطق في البلد. دول بيعلموا ناس. لكن يا احمد تقدر تسال لنا كده المستشار يول براينر او هشام جنينه، سوري هشام بدوي بتاع الجهاز المركزي للمحاسبات، ايه اللي بيرأسه واللي مهمته محاربه الفساد؟ قول لنا كده ايه رايه في بحيره الفساد العفنه في العاصمه الاداريه. سمعنا احمد، سمعنا صوت الفساد. الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي عمل سلسله خطيره بيكشف فيها الفساد في جهات كتيره في البلد ومنها العاصمه الاداريه. انا ما بقولش حاجه من عندي، الراجل كتب ده على صفحته تقدروا تروحوا لها. بيقول اهو سرقه القرن اهو. بيقول صدر القرار الجمهوري 57 لسنه 2016 بتاريخ 8 فبراير قبل انعقاد اولى جلسات مجلس النواب الجديد بعدة أيام قليلة، أي لم تكن هناك حالة ضرورة تستدعي إصدار هذا القرار بقانون، وإنما كانت الرغبة في اختطاف المصلحة. ونصت مادته الأولى على اعتبار الأراضي الواقعة جنوب طريق القاهرة السويس البالغ مساحتها كم الرقم ده يا جماعة؟ 166,645 فدان شرق الطريق الدائري الإقليمي 17-5-71 فدان، غرب الطريق الدائري الإقليمي المخصص لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة اللي بعد به، واللازمة لإنشاء العاصمة الإدارية، يعني بتاعت العاصمة الإدارية وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمراني من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة. كما نصت المادة الثانية من القرار الجمهوري بقانون على أن تؤسس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز أراضي القوات المسلحة شركة مساهمة مصرية تتولى تخطيط وإنشاء وتنمية العاصمة الإدارية الجديدة، وتكون قيمة الأراضي المشار إليها في المادة السابقة اللي بعده يا بيه من حصة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة في رأس مالها بعد تقدير قيمتها بالاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. وهنا جوهر ومفهوم سرقة القرن. حينما يخرج شخص مستخدما سلطته ومنصبه أصول وأموال الدولة من زمام المشروعية المالية مش عارف ايه كده في الاطار الممثله في الاطار القانوني والنظامي لاداره الموارد الماليه للدوله المصريه الى زمام غير نظامي وغير خاضع للرقابه والمحاسبه القانونيه المناطه الى اجهزه الرقابه المنصوص عليها دستوريا التي تبدا من المجلس التشريعي نزولا الى اجهزه الرقابه الماليه واهمها الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئه الرقابه الاداريه. وهكذا هو الحال في تصرفات السيسي منذ اعتلى منصبه في يونيو 14، حيث استمرأ وتمادى في إخراج كميات مالية وأصول عينية من الإدارة القانونية للدولة وأجهزتها إلى صناديق لقيطة ليس عليها أي رقابة. ابتدأ ما يسمى صندوق تحيا مصر والصناديق والحسابات الخاصة في هيئة قناة السويس والصندوق السيادي المصري انتهاءً بمشروع عاصمته الإدارية
والشركة اللقيطة التي تحتجز مئات المليارات من الجنيهات بعيداً عن الرقابة والمحاسبة وبعيداً عن محاسبة ضريبية. الراجل وضع مجموعة من الأرقام في البتاع ده. تعال نشوف الجراف كده بتاع الأرقام، السيسي وسرقة القرن. المصدر الفيسبوك بتاع الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير في الشؤون الاقتصادية. العاصمة الإدارية السيسي وسرقة القرن. مساحة الأراضي المستولى عليها لإقامة العاصمة الإدارية 966 مليون متر مربع. حلو؟ قيمة الأراضي المستحوذ عليها للعاصمة الإدارية 96.6 مليار، 96 مليار فاصل 6 مليون تقريبا إلى 193 مليار جنيه. قيمة الأراضي أو مبيعات الأراضي الخام للمقاولين تتراوح ما بين 289 مليار إلى 579 مليار جنيه. إجمالي مبيعات شركة العاصمة من الشقق والفيلات والقصور 471 مليار جنيه. إجمالي مبيعات وإيرادات شركة العاصمة وفقا لأسعار 18 941 مليار جنيه. فإذا قارنا أو قدرنا معدل أرباح النشاط 25% فقط يكون لدينا 235 مليار جنيه أرباح صافية لم تسدد عنها ضرائب طبقا للقرارات التي تعفي الشركات التابعة للجيش من ضرائب. إجمالي ما تم سرقته يتراوح ما بين 504 مليار جنيه إلى تريليون. ده ولا ده يتقرا كام؟ ده ده يتقرا كام يا جماعة؟ تريليون تقريبا. هذه الأصول المسروقة من الخزانة العامة للدولة ومن الشعب المصري لصالح الشركة ذهبت لحساب الشركات أو لحسابات الشركة ومن ورائها جهاز الخدمة الوطنية وجنرالات السيسي. يعني إجمالي ما تم سرقته يتراوح بين نص تريليون، 6 تريليون مع 504 مليار يعني نص تريليون إلى تريليون. اتسرقت أموال يا عباد الله، بيقولك اتسرقت نص تريليون. أهو بص بقى، دي الجملة اللي زعلت النظام من هشام جنينة، إنه قال حكم السيسي مش قال 600 مليار، مش إنه على العلن. بص نشر وقال إيه: وأكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن أعضاء الجهاز بدأوا بالفعل في مهام أعمالهم الرقابية بفحص ملفات مؤسسة الرئاسة بعد فترة حكم جماعة الإخوان. يعني ما وجده المستشار هشام جنينة 600 مليار من فساد دي في مؤسسة الرئاسة بعد خروج الإخوان. أهو هي دي اللي زعلتهم. هات البتاع من أوله الله يخليك، انزلهم كده وخد سكرين شوت منه عشان هيشيلوه. أهو ده الحوار اللي وداه في داهية رئيس المركزي للحسابات المحاسبات في أخطر تصريح اليوم السابع: 600 مليار جنيه تكلفة الفساد في عام 15. هشام جنينة: تأخرنا في تقارير مؤسسة الرئاسة خلال الفترة الحالية، وآخر التقارير كان عن فترة المعزول. اطلع بقى الأربعاء 23 ديسمبر 2015، اطلع 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 لحد ما تيجي الحتة دي. وأكد رئيس جهاز المحاسبات أن أعضاء الجهاز بدأوا بالفعل في مهام أعمالهم الرقابية بفحص ملفات مؤسسة الرئاسة بعد فترة حكم الرئاسة حكم الإخوان منذ فترة قريبة، وذلك عقب توفير التصاريح لهم التي تسهل لهم عملية الفحص. هو ده اللي جرحه، هو ده اللي جرح السيسي من هشام جنينة، مش انه قال 600 مليار فساد، لا، ومش انه قال في حكم السيسي بس، مش بس كده، ده قال لك ده حتى بعد ما مشي الاخوان. يعني في خلال سنتين كان الفساد 600 مليار جنيه، اكتر من نص تريليون. فاللي بيقول الدكتور عبد الخالق فاروق دلوقتي ان السرقه في العاصمه الاداريه بس ما بين نص مليار ونص تريليون والتريليون جنيه، ده امر بسيط، لان الراجل اول سنه، اول سنتين سوري، اول سنتين هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي قال لك السرقه 600 مليار جنيه في اول سنتين. يا حضرات احنا قدام حرامي. ناخد فاصل ونطلع ترند. Thank you.
النهاردة الحقيقة كلنا شفنا فيديو صادم لمجموعة من الجنود الشباب المصريين، جنود الجيش المصري الأشاوس الغر الميامين، وهم بيعتدوا على صبي فلسطيني عمره ما يتعداش 15 أو 16 سنة، حاول يهرب من القصف والاجتياح الإسرائيلي زي ما كتبوا يعني على الفيديو إلى رفح، ويتسلل من السياج الحدودي ودخل الحدود الأراضي المصرية. لكن الجنود الجيش المصري العظماء كانوا له بالمرصاد ونزلوا فيه ضرب، وهو أعزل وبدون ملابس كمان في نصف العلوي زي ما هفكركم بالفيديو ده. الفيديو ده اتسبب في حالة جدل كبير على السوشيال ميديا، خصوصا انه جاي بعد يومين بس من اقتحام الجيش الاحتلال الاسرائيلي مدينة رفح ووصوله الى محور فيلادلفيا او صلاح الدين، وده محظور عليهم بحكم الاتفاقية، انما احتلوه من الجانب الفلسطيني، وبقى بينه وبين البوابة المصرية مفيش حاجة غير خرسانة بس او طوب يعني. حالة الجدل والشد والجذب او تقدر تقول الخناقة كانت بين فريقين. الفريق الأول هم الدولجية، اللجان دي اللي زيطة في أي حاجة، هم مهمتها الوحيدة الطبل. شوف النظام ده لو كفر ممكن يكتبوا قصائد في حلاوة الكفر والله. وشايفين إن اللي عملوا جنود الجيش المصري طبيعي وحقهم، وإن اللي يعدي الحدود هتتكسر رجله، وإن حدودنا مش سبهللة ولا سداح مداح زي ما هنشوف في تعليقات اللجان الدولجية. يعني انت حتى الصوره خساره فيك الصوره. الجنود المصريين تعاملوا باعلى درجات ضبط النفس مع عيل حمساوي، حمساوي صدق خساره فيك النضاره دي. صايع فكر ان حدود مصر سبهلله، احمدوا ربكم على التصرف ده لان طبقا للقانون الدولي يا ولد كان ينضرب بالنار فورا بمجرد ما رجليه، والله العظيم خساره فيك الجنسيه. والفالح بدل ما يهرب في اتجاه مصر وهو شحط كان يروح لداخل قطاع اشرف له، ده كلب من كلاب حماس معمول للشو فقط، وكان مطلوب هو انت ينضرب بالنار وده المفروض انه كان يتم، لكن احترافيه الجنود المصريين حرقت لهم اللي هم لعبتهم، خساره فيك السبغه بتاعت شعرك. محاوله تسلل لحدود مصر، حافظ الله مصر وامن القوم مصر، انت بصي انا مش هتكلم كتير عشان اغلط فيك. لكن الفيديو زي ما دافع خلاص كفايه بقى، هذا اللي بعدها حمزه، تصرف الرجاله حرس الحدود كان صح جدا، واللي يفكر تاني هيتأدب وبلاش تجروا مصر لتصرف يزعلكم. النبي الله يخليك انا بتعب لما بقول الكلام ده. انا انتوا عايزين تشلوني يعني؟ الجيش المصري خير اجناس الارض. الوقت ده وقت عصيب على الكل، والمصحف ما هقرا. اللي بعده، هات اللي بعده. خساره فيك النضاره. بيقول ان عيل عبيط كان عايز يعدي طريق البحر ويدخل سينا، وان حرس الحدود لسع جاب اجله. ده قال واجب عبيط اهبل عند امه ايه؟ ضمضم. هم لهم عندنا ذرة ذكاء كانوا ضيعوا 35,000 قتيل. قسما بالله خسارة فيك التيشيرت والقعدة على البحر. كفاية يا جدعان. كفاية بجد البهايم دي بتشلني. لكن الفيديو زي ما دافع عنه اللجان الإلكترونية أثار غضب مئات من النشطاء على السوشيال ميديا اللي شافوا إن اللي عملوا الجنود خطأ كبير. وكان ممكن يتعامل الفتى الصغير ده بدون ضرب زي ما كتب محمد. اللي كتب وقال: ليس غريبا أن يعتدي جندي مصري من حراس السيسي في معبر رفح على طفل أنا بس الواد ده جامد قوي. بس أنا بعد إذن صاحب البوست ده اسمه إيه؟ محمد خليل، بيقول ليس غريبا أن يعتدي جندي مصري من حراس السيسي في مصر معبر رفح على طفل فلسطيني أعزل يرجو النجاة من محرقة الاحتلال في غزة. ليس غريبا على من قتل أخاه أن يعتدي على الآخر. هذا الجسد الهزيل كان سيهدأ، بل ربما تخور قواه إن احتضناه. أنا بعد إذن الأستاذ محمد خليل حد يبلغه أنا هاخد منه الاسم ده، المصطلح ده للجيش المصري. هذا ليس جيش مصر، هذا المصطلح صح، دول حراس السيسي. محدش يقول يا جماعة من هنا ورايح بعد إذن الأستاذ محمد خليل محدش يقول عليهم جيش مصر، دول اسمهم حراس السيسي، دول كلاب السيسي. الفيديو زعل إخواتنا الفلسطينيين، وفي وقت منهم طلع فيديوهات هجمت فيه الجيش المصري واللي بيعملوا معاهم في الوقت اللي ما قدروش يعملوا حاجة لقوات الاحتلال اللي دخلت محور فيلادلفيا واحتلته لحد السور
زي ما هنشوف الست الفلسطينية دي. قولوا معاي يا رب ما نجيب العيد. لا بدي أجيبه، واللي بدي يزعل يخبط رأسه في الحيط. مجموعة جنود مصريين بيعتدوا على طفل، ها؟ حاول مازحا إنه يعبر الحدود الفلسطينية المصرية. ظل إيدك أنت وياه يا خنازية تنكسر وتتعلق في رقابكم، وتزعلوش منا يا شعب مصر إنه في يوم من الأيام نطلع عليكم بنظرة ازدراء واحتقار لسكوتكم على هذا المنظر وعلى غيرها من الشغلات. وين كنتوا بالله امبارح لما كانوا جنود الاحتلال بيسرحوا وبيمرحوا في معبر رفح وكسروا السيادة المصرية؟ تتشطروا على الطفل الفلسطيني بس. عند الاحتلال انتم مش زلام، انتم مش زلام، جيشكم جيش خاين وعميل. الا من رحم ربي رح تلف الايام يا خنازير، وان شاء الله والله انا عارف ايش بدي ادعي عليكم. لا بيجي بقول لك انت فلسطين تدعوا علينا، المزع يمزعكم قسما بالله. طبعا يعني هي بس الانفعال واخدها، وده بيحصل لنا كلنا، يعني انه ساعات الواحد بنزعل وينفعل ويقول الفاظ يعني. لكن هي سالت سؤال مهم، كان فين الجيش المصري لما قصفوا مواقع عسكريه مصريه، ولما احتلوا محور فيلادلفيا وجايين يتشطروا على طفل فلسطيني؟ ده اللي كتبه ناشط كويتي، ناشط جاسم كان اهدأ شويه من السته دي، وقال جنود قصف الصهاينه موقع عسكري مصري، احتل الصهاينه محور فيلادلفيا، خرقوا المعاهدات، وصل الجيش الصهيوني للحدود المصريه، فماذا كانت رده فعل خير اجناد الارض؟ ضرب شاب فلسطيني تجاوز الحدود هربا من الصواريخ والقذائف. استدعى نشطاء كلام السيسي واعلامه عن الخط الاحمر في غزه، اللي هو الفيديو ده، تحذير شديد جدا من خطوره اجتياح رفح. ماذا لو دخل جوه؟ كسر ايه؟ تبقى كام دفنا؟ اللي هيحاول يجرب التجربه دي هيبقى عنده مشكله كبيره معانا. هل ممكن يحتله دون التنسيق مع مصر؟ لا 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 لا، هو عايز يدخل لازم ينسق معاك. هو صحيح احنا الجيش بتاعنا جاله تحذير من اسرائيل وقربت شويه عن محور الجبل عشان هضرب، والجيش المصري يعني واثق نفسه واخد باله؟ ايه ده يا جماعه؟ من بكره خلاص بقى ما حدش يعاقبنا. لن تستطيع كمصر ان تقف تشاهد. تكسرت تبيت كامب ديفيد، خير وبركه، ادخل قواتي اجي عسينا تاني. اتكلم على ميليشيا ولا ايه؟ ده جيش يا جماعه، وجيش مصر فاضل كيله وبلغ العزف وغايته، مفيش حد بيستحمل الكلام. هم نفسهم امبارح كانوا بيقولوا عكس ده تماما، والجيش الاسرائيلي رافع العلم على المعبر اللي كانوا بيقول لك مش هيحصل. هم نفسهم سمير فرج نفسه اللي قال لك لو دخلوا غزة مصر مش هتسكت وهنقطع اتباع كامب ديفيد ونبعت قواتنا، هو نفسه امبارح سمير فرج قال لك لا ولا حاجة عادي يعني، ما ولا خرق ولا اي حاجة. هم نفسهم يا ربي يا مثبت العقل والدين، هي نفس الشخصيات، هم نفسهم نشأت واحمد موسى وعمرو اديب وسمير فرج، هم نفسهم اللي كانوا بيقولوا لا يمكن اسرائيل تدخل، دي اتفاقيه كامب ديفيد، ده مش عارف ايه، انت فاكر كده؟ لا اوعى هوبا. وبعدين دخلوا امبارح اول امبارح هم نفسهم طلعوا لك ايه مشكله يعني، مش مشاكل يعني عادي جدا، مش خرق ده خالص اهو. طب العالم اهو، العالم الاسرائيلي اهو، اهو اهو العالم الاسرائيلي اهو في غزه، وادي المعبر يا معلم، يعني ما فيش بعد كده، اهو العالم الاسرائيلي. ها اطلع يا سمير يا فرج، اطلع. هو نفسه سمير فرج امبارح يا جماعه، الناس دي بتروح بيوتها ازاي؟ اهتجنن؟ بيروح يقابل مراته ازاي؟ بيقابل احفاده ازاي؟ بيقابل ولاده ازاي؟ يقول لهم وابنه او حفيده هو يعلم انه كذاب. هو نفسه سمير فرج. والنبي هات الحته بتاع سمير فرج اللي انت جبتها في الفيديو، انا عايز اتفرج عليها شويه 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 معلش، اللي هو الفيديو اللي انت جبت المجمع ده بتاعهم ده، في سمير فرج بيقول لك وندخل قواتنا. ايوه هو ده، هو ده، كمل. خطوره اجتياح رفح. ماذا لو دخل جوه؟ كسر ايه؟ تبيت كامب ديفيد. نعم. اللي هيحاول يجرب التجربه دي هيبقى عنده استنى مشكله كبيره معانا. استنى. استنى 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 اسمع، ارجع ورا سمير فرج. ماذا لو دخل غزه؟ يبقى كسر اتفاقيه كامب ديفيد. ارجع 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 قبله عمرو اديب، قبل عمرو اديب. ارجع جاكيت العب من هنا. خطوره اجتياح رفح. ماذا لو دخل جوه؟ كسر ايه؟ تبيت كامب ديفيد. نعم. بس عارف، شوف سمير فرج امبارح هو نفسه قال لك ماذا لو دخل غزه يبقى كسرت فايت كامب ديفيد. امبارح بيقول والعالم الاسرائيلي على المعبر لا ملهاش دعوه بفايت كامب ديفيد بموضوع خالص ولا ليها اي علاقه. والله ان هو نفسه، معلش عشان البهايم تسمع، ارجع خطوتين كده قبل عمرو اديب. ايوه. تحذير شديد جدا من خطوره اجتياح رفح. ماذا هو كسر ايه؟ فايت كامب ديفيد. نعم. بس هو نفسه اللي هو سمير فرج
هو نفسه اللي قال لك ماذا لو دخل جوه يبقى كسر في كامب ديفيد. طيب حبيبي هو امبارح كان رافع العلم الاسرائيلي ولا زال مرفوع على معبر رفح. امبارح طلع سمير فرج يقول لك ملهاش اي علاقه بكامب ديفيد، ملهاش اي علاقه. هو نفسه في نفس السنه في نفس الاستوديو. طب تجيب منطق منين؟ للاسف السيسي خلى منظرنا او منظر جيش زي الزفت، وجاب سمعته في الارض، والكل بقى يقول عليه جيش جبان، جيش بيبيع الخضار والفاكهه. وده اللي كتبه الصحفي التركي الشلهوب تعليقا على الفيديو الصادم، وقال بالنص كده السيد تركي: جنود مصريين يعتدون على فتى فلسطيني عند الحدود مع رفح، الجبناء الجيش الاسرائيلي يصول ويجول على حدودهم ويخافون ان يردوا عليه ويستقون على فتى صغير. ماذا تنتظرون من جيش بيبيع الخضروات والفاكهه والمعلبات؟ جيش السيسي اجبن اجناد الارض وليس خير اجناد الارض. في المقابل ناس كثيره جدا نشطاء استدعوا نماذج مشرفه لجنود مصريين خلال حروب مع اسرائيل، ومنهم الجنود دول اللي شفناهم هم مع الجبهه خلال حرب الاستنزاف، وازاي رفضوا ان قناه التلفزيون الاجنبيه اللي بتعمل معاهم الحوار تقول على ارض فلسطين انها اسرائيل. ما هو دول جنود اكتوبر يا ريس، دول الجنود اللي بعد 79 اتغيرت العقيده القتاليه تماما بعد القرار 32 لسنه 79، لما السادات بقى الجيش له بقى ميزانيه لوحده، بعد المليار دولار اللي تصل سنويا للجيش المصري، بعد التوصية الامريكانيه بتغيير عقيده الجيش المصري. دول الجنود قبل ما الجنود ينزلوا الشارع يبيعوا الخضار والمربى. هي دي مصر اللي نعرفها، وهم دول ولاد الفلاحين اللي احنا نعرفهم. انما الجيش الموجود دلوقتي هو جيش حراس السيسي اللي بيدافع عن اسرائيل وبيعتدوا على اخواننا الفلسطينيين اللي بيتحموا فينا. هم دول جنودنا اللي نتشرف بانهم منهم البطل سليمان خاطر، اللي نشطاء كتير جدا كتبوا عنه وقارنوا بين موقف الجيش لما جيش الاحتلال دخلت محور فيلادلفيا وعند معبر رفح، وبين اللي عمله سليمان خاطر لما كان عارف مين عدوه وبيتعامل معاه، زي ما كتب الناشط منير الخطير اللي قال: البطل الشهيد سليمان خاطر في يوم 5 أكتوبر عام 85 أفرغ الرقيب سليمان خاطر رصاص بندقيته صوب مجموعة من الإسرائيليين حاولوا تخطي نقطة حراسته في منطقة راس برقة جنوب سيناء. قتل يومها 7 إسرائيليين حاولوا اقتحام الحدود المصرية وتخطي نقطة حراسته. الموقف المخزي والفضيحة دي لجنود الجيش المصري مع الفتى الفلسطيني خلى مشاهير مصريين يقدموا اعتذارهم لإخواننا في فلسطين عن اللي عملوه، وقالوا إن ده لا يمثل الشعب المصري، زي الفنان عمرو واكد اللي كتب وقال: أعلن أنا كمصري لكل شعب فلسطين عن مشهد، اعتذر يعني كمصري لكل شعب فلسطين عن مشهد الجندي المصري الملعوب في وعيه الذي انهال باللكم والركل على أخيه الفلسطيني الذي أتى ليستنجد به. هذا الجندي والكثير غيره هم مجرد تروس يحركها الخائن الأعظم عبد الفتاح السيسي وأعوان المجرمين. السيسي الخائن يعمل على تلويث وعي الجنود بالكذب والضلال. يسقط جيش السيسي ويحيى جيش مصر العظيم. الداعية فاضل سليمان قدم هو كمان اعتذار للشعب الفلسطيني، واعتبر ان اللي عمل كده فئة خائنة للدين وللأمة، وقال: باسم المصريين الشرفاء أقدم اعتذاري لشعب فلسطين عن هذا الموقف، وأؤكد أن الذي مد يده على الشاب الذي فر بحياته من القصف العدو الصهيوني لا يمثل إلا فئة قليلة تافهة خائنة لدينها وأمتها. الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي لخص الموقف كله وأكد أن السيسي عدو لمصر وعدو لفلسطين وحليف لإسرائيل، وكتب وقال: بدون مناسبة وعلى الرغم من الوساطة وعلى الرغم مما يقول البعض على الشاشات، يسقط عبد الفتاح السيسي. مصر التي ولدتني وربتني، ومصر التي في الكتب وفي الشوارع وفي القلوب، ليست هذه التي تتفرج على قتل إسرائيليين لأولاد العرب والمسلمين وتبتز منهم المال ليخرج منهم من يريد النجاة من الموت. عبد الفتاح السيسي صغير وقليل المروءة وحليف لإسرائيل، وهو عدو لمصر وعدو لفلسطين،
وهو عدو لكل خير وحق وجمال، ولا إله إلا الله وحده، وكفر من خاف سواه فوق خوف رؤيه. وهنختم معكم الترند بفيديو جميل لراجل فلسطيني بسيط من غزة، عشان تعرف إزاي هم متمسكين بأرضهم وبمقاومة العدو ومتعلقين بأي دعم من السماء. تتفق أو تختلف مع 7 أكتوبر، موافق عليها رفضها، إلا أن المشهد تغير بعدها تماما، ولم يبقى العالم قبل 7 أكتوبر زي العالم بعد 7 أكتوبر، مش بس في غزة ولا فلسطين ولكن في العالم كله. واحدة من المتغيرات القوية دي كان اللي حصل في الجامعات الأمريكية وبعدها اتنقل للجامعات الأوروبية، وده أكبر سياسيين ومسؤولين وإدارات على تغيير موقفها، والحقيقة غيرت حتى الخطاب بتاعها تحت ضغط انتفاضة شباب عمرها 18 و19 سنة في الجامعات وفي الشوارع. من ناحية تانية فضحت الانتفاضة دي اللوبي الإسرائيلي وازدواجية معايير حقوق الإنسان وكذب الحريات الغربية، اللي كان آخرها سقوط هذا الكذب أو هذا الشعار على أبواب جامعة جورج واشنطن. طب ومشاهدات الصدمات دي خلت صحيفة نيويورك تايمز تقول أن طلاب أمريكا أحرجوا أعضاء الكونجرس وأخرجوا منهم عدم حيادتهم. تخيل نيويورك تايمز كيف تغلب قالة المدارس العامة على الجمهوريين ورابطة البلاب، وأظهر قالة المدارس أن خلط الأمر قليلا يمكن أن يذهب بعيدا نحو تحييد الكونجرس الذي لديه رغبة في توضيح نقطة ما. ده نيويورك تايمز. وأنا قلت امبارح في بث على صفحتي أن طلاب الجامعات الأمريكية أسقطوا القناع عن النفاق الغربي لما شفت صورة لمجموعة من رجال البوليس الأشداء وهم جايبين ست أو بنت من شعرها. عارف يعني من شعرها؟ يعني مش إهانة، ده ازدراء. اتفرج على الفيديو ده أهو، أدي الصورة دي، شايف؟ دي حضرات مش إهانة، ده ما حدش يكلمني عن حرية المرأة. لا خليها ميزو، عشان ما فيش جزمة في العالم العربي يكلمني عن ازاي ان الحضارة الغربية بتحترم المرأة. ما حدش حيوان من الإبراهيم العرب يقول لي ان الإسلام أهان المرأة. ما حدش حلوف من كل اللي متصدقين بحرية الغرب وعظمة الغرب يقول لي بص الغرب بيحترم المرأة جدا. اتفرج، شايف؟ راجلين حلاليف واللي جايبين الست من شعرها اللي هو تاج المرأة. حدش يقول لي ان الحضارة الغربية اعلت من قيمة المرأة وحرية المرأة والمساواة. حضرات احنا شفنا فيديوهات كتيرة جدا بيعتادوا على محجبات، دي مفهومة اللي هي مفهوم انه يعتدي على محجبات اللي هو زي الاستاذ ده، بص بيعمل معاه ايه. لكن دي اديها لابسه كات اهي، ادي ايد الست لابسه كات، يعني مش مفيش حجاب، ده مفيش قميص، يعني الست لابسه كات واكيد بقى صدرها مفتوح، ومع ذلك بص عملوا فيها ايه. مش بس كده، دول لما سجنوا الشباب دول اعتقلوهم وسجنوهم الشرطه الامريكيه حرموهم من الماء والطعام واضربوا، حتى يعني دخلوا مستشفى واحتجزوا في زنازين مليئه بالفيران. ده اللي قالوه 2 اعضاء هيئه التدريس بجامعه كولومبيا لما كشفوا لاحدى الصحف الامريكيه شهادات صادمه عن نقلوها عن طلاب تم اعتقالهم في نيويورك الاسبوع الماضي. اتفضل يا بيه. ضربوا حتى ادخلوا المستشفى، ضربوا الطلاب المعتقلون حرموا من الماء والطعام 16 ساعة ورموهم في زنازين مليانه فرام وقذره. الحقيقه اتكشفت امريكا حضرات، وانا قلت الكلام ده من زمان، وعلى فكره قال يوسف شاهين. معلش قبل ما نقابل عبد الرحمن يوسف، شفت مشهد في ثلاثيه يوسف شاهين اللي هي
اللي كان تاني جزء منها اسكندرية كمان وكمان. اسكندرية ليه؟ آخر شوت في مشهد في فيلم اسكندرية ليه؟ لما بيقطع الأستاذ يوسف شاهين على تمثال الحرية اللي هو المعلم المشهور اللي هو أصلاً اتسرق من قناة السويس، وبعدين بيجيب المشهد كده تمثال الحرية رافع الشعلة دي ست، ما هو تمثال الحرية دي عبارة عن ست فلاحة مصرية شايلة الكتاب بإيدها العلم وماسكة مشعل النور. الأستاذ يوسف شاهين بيجيب اللقطة دي كده وبعدين يقرب، فتمثال الحرية ده يضحك ضحكة مرعبة قوي. آخر شوت في فيلم اسكندرية ليه؟ آخر شوت قبل ما يخش عبد الرحمن، لو جبته لنا هنا يبقى كتر خيرك. الأستاذ يوسف شاهين عمل الفيلم ده يمكن في الثمانينات أو في التسعينات، أوائل التسعينات يمكن الثمانينات. اسكندرية ليه؟ وده واحد من الأفلام المفضلة لدي، إنه أمريكا الحلم دي، أمريكا الحاجات دي، دي كذبة. وإن تمثال الحرية تلك المرأة التي تحمل مشعل الحرية، لا دي دي تقبض عليك تاكلك. لقيت المشهد بسرعة عشان نخش، اكتب اسكندرية ليه، مش هتدور عليه، اكتب اسكندرية ليه وجري لآخر شوت بس. الحقيقة اللي عملوا الطلاب ده والمظاهرات عرت وأسقطت كل حاجة في أمريكا، أسقطت المسؤولين والأجهزة زي عمدة أمريكا كده نيويورك وأعضاء الكونجرس. شوف كده عمدة نيويورك ينزعج من عالم فلسطين لكنه يفتخر من عالم إسرائيل. It's despicable that schools will allow another country's flag to fly in our country. So blame me for being proud to be an American. And I thank Commissioner Daughtry for putting that flag back up. We're not surrendering our way of life to anyone. Let's continue to uplift each other. Let's continue to stand for what is right. And let's continue to raise the flag in solidarity with Israel. Thank you very much. Thank you, Rabbi. في 24 يقول لا راية ترفع في الجامعة، في شايل لا راية أمريكا. في 23 قال لك نرفع راية الإسرائيلية. ده غير الطلبة اللي الحقيقة مسكت نعمة شفيق بنت في بنوتة كده وعدتها درس لا تنساه. شوف الطالبة دي مسكت نعمة شفيق وقالت لها استقيلي. آخر شوت للولد الصغير اللي بيحلم إنه يروح أمريكا يدرس السينما، وهو في الباخرة بيشوف مشهد تمثال الحرية. آخر شوت في اسكندرية لي. أمريكا الحلم اللي كان بيحلم بيه الولد، هي دي صورة الحرية الأمريكية. يوسف شاهين توقع ده من سنين في اسكندرية ليه؟ إن ده نفاق، إن البنوتة أو الفلاحة اللي أنت شايفها دي اللي هي رمز أمريكا الشعار مش على الحضارة، دي كذبة. انتفاضة الطلبة في أمريكا الحقيقة امتدت للعالم كله زي ما بتقول صحيفة الجارديان، وسألت في تقريرها السؤال، قالت لماذا أصبحت الاحتجاجات الطلابية ضد الحرب الإسرائيلية في غزة عالمية؟ الجارديان هي اللي قالت كده. لماذا أصبحت الاحتجاجات الطلابية ضد الحرب الإسرائيلية في غزة عالمية؟ حضرات الناس الطلاب في الجامعات في عدة دول بينظموا وقفات ضد إسرائيل ودعم الفلسطين ومطالبة لوقف الحرب، زي ما نشوف في الفيديوهات دي جامعات أوروبا والبرازيل وألمانيا هولندا بريطانيا والإضرابات والتجمعات فيها. مكاسب الانتفاضات دي بتاع الطلاب رصدناها لكم في الجراف دي، او مكاسب 7 اكتوبر يعني. خلينا نشوف مكاسب الاحتجاجات
ماذا حدث في أمريكا؟ توسعت الاحتجاجات في أمريكا لتصل إلى أكثر من 120 كلية، خلفت الاحتجاجات أكثر من 2500 معتقل من الطلاب والأكاديميين. التأثير السياسي، بايدن يعترف بأن القنابل التي قدمت لإسرائيل استخدمت في قتل المدنيين. المرشح الأمريكي السابق للرئاسة بيرني ساندرز يعلن دعمه لقرار بايدن. الحكومة البريطانية تدافع عن نفسها، مبيعاتنا قليلة وتخضع لإجراءات صارمة. رئيس مجلس النواب الأمريكي يدعو لإقالة رئيسة جامعة كولومبيا. إعادة التعريف بالقضية الفلسطينية خاصة بين الوسط الطلاب وفتح ممارسات اللوبي الإسرائيلي. المكاسب برضو، توسعت التظاهرات خارج أمريكا في دول أبرزها فرنسا، كندا، هولندا، بريطانيا وطبعا ألمانيا. أقدم جامعة في إيرلندا اسمها ترينيتي تتعهد بسحب استثماراتها في الشركة الإسرائيلية. جامعة براون المرموقة في أمريكا تراجع علاقتها مع الشركات الإسرائيلية. جامعة نورث ويسترن بأمريكا توافق على النقاش حول سحب الاستثمارات. جامعة فيرمنت الأمريكية تلغي خطاب ممثلة أمريكا في الأمم المتحدة لخريجيها. كلية إدارة الأعمال بكاليفورنيا أوقفت كل برامجها الخارجية في إسرائيل. كشف طلاب معهد ماساتشوستس الأسماء أساتذة تعاونوا مع إسرائيل عسكريا. مدينة ريتشموند في كاليفورنيا بتسحب استثماراتها من إسرائيل. مدينة هيوارد تسحب استثماراتها من شركات لا علاقة بإسرائيل. عن مكاسب الانتفاضة والطلابية العالمية وكيفية استثمارها، وعن ما حدث داخل جامعة جورج واشنطن، أو يعني في انتفاضة جورج واشنطن في أمريكا، خلوني أستقبل ضيوفي الأستاذ حسام شاكر الباحث في الشؤون الأوروبية. أستاذ حسام أهلا بك. تحية طيبة لكم المشاهدين والمشاهدات وأيضا الضيف الكريم. أيضا معي الزميل عبد الرحمن يوسف المكشر من أمام مظاهرات جامعة واشنطن. أهلا بك عبد الرحمن. أهلا بك أستاذ محمد، وأهلا بضيفي الساده المشاهدين. أستاذ حسام، بعد إذنك، دائما اللي بنعرفه في النهاية هو اللي بنبدأ به. أستاذ عبد الرحمن، كمان الحدث عندي أستاذ حسام مهم جدا. أستاذ عبد الرحمن الآن من أمام جامعة جورج واشنطن اللي تم كما تقول الأخبار تم فض الاعتصام فيها. هل تطلعنا على أحدث الأخبار داخل أو حوالين حرم جامعة جورج واشنطن يا أستاذ عبد الرحمن؟ نعم، أمس فجراً في الثالثة فجراً جاءت الشرطة دي سي وأحاطت المكان بكمية كبيرة جداً من الضباط وأفراد الشرطة، وأعطت للمتظاهرين ثلاث تحذيرات. طلبوا منهم أن يستيقظوا، وقالوا لهم إما أن يتم احتجازهم أو إما أن يرحلوا. البعض رفض أن يرحل فتم احتجازهم بالقوة وذهبوا بهم إلى سجن دي سي أو مكان احتجاز في دي سي. أطلقوا سراحهم بعد ذلك بعد بضع ساعات، لكنهم احتجزوا قرابة 30 شخص، وآخرون وجدوا أنه لا جدوى لأن عدد الشرطة كان كبير جدا ولم يرغبوا في أن يكون هناك نوع من أنواع الصدام، فرحلوا وتركوا المكان. وكما ترى معي سيد محمد السلام الجليل، هذا السور الحديدي كما ترى هو كان مكان الاعتصام، لكن أغلقوه بهذا السور الحديدي كما ترى لمنع دخول أي أحد. واليوم من المتوقع أن يكون في الساعة الخامسة أو يعني يتجمع الطلاب هنا في إعلان أرسلوه للصحافة، لذلك عند النصية الأخرى من المكان الاعتصام أو مثل الاعتصام يتجمع عشرات من أفراد الشرطة وعدد من السيارات هنا أيضا عند الزاوية الأخرى قرب المبنى الرئيسي لصندوق النقد الدولي. وللأسف الشديد بررت حاكمة ولاية دي سي بأن أحد الأفراد مسك هذا الشرطي أو دفع شرطي، شيء من هذا القبيل غير منطقي تماما. لكن المهم، إذا كان حضرتك تتذكر والسادة المشاهدين، جيمس كومر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الذين غطينا زيارتهم مع عدد من النواب، كان قد استدعى حاكمة دي سي وكان موعد جلسة الاستماع أو المسألة لها في الكونغرس كانت يوم الأربعاء، اليوم الذي تم فيه الفض فجرا، وبالتالي هي قامت بهذا الإجراء بهذه الحجة الواهية يوم هذا الاستدعاء وألغي الاستدعاء، يعني جلسة الاستماع ألغيت بعدما يعني معلش عبد الرحمن، يعني في الفجر قوات الشرطة أعطت ثلاث تحذيرات للطلاب وحصل إخلاء. أنت يعني حقيقة خلفك الآن سور يمنع تكرار مثل هذا
الاعتصام. السور ده يا عبد الرحمن مسافته كام كده وراك؟ يعني وراك كده هو ياخذ بلوك كامل طويل، يعني هو قرابه يمكن القول يعني 100 متر او 200 متر يحيط بمقر الاحتجاز، وايضا من الناحيه الاخرى كل ما يؤدي الى داخل هذا المكان تم السور. عبد الرحمن انت عايش هذا المكان مفتوح. عبد الرحمن معلش ما تطول بالك عشان تسمعني، انا عندي حاجه في يعني عندي سؤال ممكن يكون غبي جدا وانت تقولي ده سؤال غبي وانا اعتذر عنه. يعني جات قوات الشرطه امبارح في الفجر فضوا الحكايه ده وجابوا معاهم السور ده جاهز، هل في امريكا في شركات مثلا نقول لهم عايزين سور باطوال كذا بحجم كذا فيعملوه كده جاست لايك ذس، ولا ده تم تفصيله؟ واذا كان تم تفصيله فالوقت اللي تم فيه التفصيل واضح ان كانوا الناس بتحضر لهذا الموضوع من فتره، ولا انا فاهم غلط؟ لا لا هذا السور ستاندر، يعني حتى كان حينما كان هناك مظاهرات جورج فلويد في 2020 التي اجتاحت دي سي والمدن الامريكيه في صيف 2020 وكان هناك اعمال شغب وما الى ذلك، تم احاطه بنفس هذا السور بنفس الستاندر، تم احاطه به منطقه البيت الابيض وعدد من الاماكن الحيويه، لكن هنا في هذه الحاله هم يحيطون منطقة هي أصلاً مفتوحة، يعني هي حتى أصلاً من المفترض أن تكون مفتوحة للطلاب. الفكرة الرئيسية أن حاكمة الولاية يبدو أنها خضعت لضغوطات. لا ما هو أنا جاي لك بقى، لا استنى بقى معلش، أنا جاي لك لحاكمة الولاية لأنك أنت من بدري كنت عمال معايا هنا تشكر في حاكمة الولاية والتي قالت بأنه لن تسمح للشرطة بالتدخل. صحيح. فخليني أروح للأستاذ حسام شاكر وارجع لك تاني عشان طولنا عليه بعد إذنك. أستاذ حسام العاجل بيقول 50 جامعة إسبانية تقطع علاقتها مع الجامعات الإسرائيلية. أستاذ حسام فض اعتصام بجرافات في هولندا كما تقول الأخبار، والاعتداء من الشرطة على طلاب جامعة برلين في ألمانيا والسحل، كيف رأيت هذه المشاهد في ميزان الادعاء الأوروبي بأن هناك احترام حقوق إنسان وإلى آخره؟ نعم هو في الواقع يمكن أضيف مشهدا مثيرا للانتباه من هولندا أيضا في فض الاعتصامات، استخدام المستعربين، يعني نفس المشهد الذي يمكن أن نعرف من واقع فلسطين المحتلة، إدخال عناصر بلباس فلسطيني عربي، استخدم عناصر من الشرطة بملابس مدنية مع كوفيات فلسطينية ودخلوا بين المعتصمين وقاموا باقتياد بعضهم اتباعا. هذا حدث أيضا في هولندا. هذا يشير لما تفضلت بحضرتك لأزمة حقيقية. الأزمة ببساطة أن من يرعى الإبادة ويدعمها تنتقل الأزمة إلى أحشائه، مضطر هو أن يقوم الآن بوضع سياج كما قال الزميل من جامعة جورج واشنطن، وضع سياج أمني حول جامعة عريقة في عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية. ماذا يعني هذا؟ من يحمل احتلال مضطر في نهاية المطاف أن يشهد الأزمة تنتقل إلى أحشائه. من يرى احتلالا يقيم أنظمة فصل وأسيجة وجدران هو الآن يتجرع من نفس الطريقة مع مواطنيه وجماهيره ومع عقوله الشابة أيضا وحول الجامعات، وهذا تسلسل منطقي للأحداث. من يرعى نظام يقتل الناس مضطر إلى أن يقوم بقمع شعبه وجماهيره ومن يشغلون عقولهم ويرفعون أصواتهم لأجل الحقوق والعدالة وكرامة البشر. انتقال هذه الأزمة إلى أحشاء الديمقراطيات يوقعها بكل تأكيد في مأزق حقيقي مع استمرار هذه الإبادة، وهذا الذي يحدث أستاذ محمد ليس شيئا عابرا، هو تحول نوعي في الوعي، تطور كبير في الوعي الجماهيري ابتداء من الجامعات النخبة ثم عموم الجامعات ثم التمدد حول العالم. الآن المؤشرات عندنا في أوروبا حتى اليوم الموثق فضلا عن غير الموثق، الموثق 59 جامعة أوروبية من أكبر الجامعات في أوروبا انضمت إلى الاعتصامات والأعداد متزايدة، وهذا في 17 دولة أوروبية. هذه مؤشرات ليست يسيرة، هذا يعني أننا إزاء تحرك عالمي، وهذا التحرك هو يأتي الآن نحن بالشهر الثامن للإبادة، لا يمكن للناس أن تغمض عينها طويلا عما يجري. توجد الآن حالة وعي لا تراجع بعد، حالة وعي تقول أو تدرك هؤلاء الطلبة وبعض الأساتذة معهم والأستاذات يدركون بأنه
هنالك وهم في المسافة، وهم إنه غزة بعيدة، المجزرة بعيدة، نحن لسنا ضالعين. أدرك هؤلاء وأدرك آخرون من حولهم أن ثمة ضلوعا موجودا، يعني في مشاركة، في دعم، في 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 مسؤولية مباشرة، مش فقط غير مباشرة، مباشرة في صناعة الوحشية على الأرض، لكن من خلال تواطؤات بأدوار وساطة معينة. وبالتالي هذه لحظة الوعي، هؤلاء الذين يعتصمون، ماذا يعني اعتصام مبيت يوما بيوم، ليلة بليلة، أسبوعا بأسبوع، في ظروف قاهرة، في موسم امتحانات صعب، في 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 أوقات أحيانا في ظروف جوية قد تعصف ببعض الخيام أحيانا كما حدث في فيينا مثلا. هذا كله ينتج أو يؤشر لوجود حالة وعي وتصميم. هؤلاء الطلبة والطالبات بأعداد متكاثرة في أوروبا، في الولايات المتحدة، في العالم، يقولون نحن نتجند لأجل العدالة. طيب ده بالنسبة للطلبة أستاذ حسام، لكن خليني عايز أخذك مع أن أخذ الموضوع اللي فوق شوية، لكن أستأذنك أروح للأستاذ عبد الرحمن في واشنطن. أستاذ عبد الرحمن، ما الذي حدث لحاكمة ولاية أو حاكمة واشنطن دي سي؟ يعني هذا الموقف كان مفاجئ للجميع، حتى الطلبة أنفسهم، لأن كما قلت هي لم تكن لديها أي تصريحات معادية لهم، بالعكس كان لديها موقف حازم من اعتقال الطلبة أو التعدي عليهم أو أي شيء من هذا القبيل. لكن الجميع فوجئ بأن الجلسة، يوم جلسة الاستدعاء فجرا قبل أن يظهر الصباح أو يظهر الصبح، قامت قوات الشرطة بهذا الفض. هو فض لم يكن يعني بالسوء الذي كان موجودا في كولومبيا أو موجود في كولومبيا أو ما إلى ذلك، لا 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 علاقة. يبدو أنهم فقط كانوا يريدون أن يفضوا الاعتصام، ولذلك كانوا صبورين. بعض المناوشات حتى لم تفضي إلى شيء، لكنهم احتجزوا، من لم يرغب في الرحيل احتجزوه لمدة بضع ساعات ثم تركوه دون أي نوع من أنواع الأذى. لكن في نهاية الأمر حدث الفض تحت ضغوط أعضاء الكونغرس، وهذا يعني أن يعني أعضاء الحزب الجمهوري أخذوا الموضوع على محمل شخصي، يعني وجدوا في المسألة مسألة شخصية، خاصة أنه لم يوجد أي حاكم تحدى لفترة طويلة. نحن لم نرى أي نوع من أنواع التعدي على الاعتصام من قبل الشرطة، فقط كان هناك محاولة في أول الأمر، لكن حاكمة الولاية هي التي منعت قائد الشرطة أن يتدخل بناء على طلب الجامعة، وبالتالي بالفعل هي كانت حاجزا ما بين الشرطة وما بين رئيسة الجامعة، لكن يبدو أنها خضعت في نهاية الأمر لضغوط الجمهوريين واستخدمت هذه الحجة الواهية التي لا دليل عليها بأن أحد الطلاب قد دفع شرطيا أو تحدث مع شرطيا أو مسك يده، يعني شيء الجميع يعلم أنه غير صحيح. وفي نهاية الأمر هي خضعت للشرطة وخضعت للجمهوريين، ويعني إن كان يحسب لها أن لا شيء قد أدى إلى ضرر كبير أو أدى كبير، لكن في نهاية الأمر للأسف ما زال الجمهوريين والشرطة لديهم اليد العليا حتى الآن. عبد الرحمن، سؤالي اللي هسأله للأستاذ حسام شاكر ده دلوقتي برضو هتوجه ليه بعده على طول، وهو أنه واضح أن ربما لا أكون مبالغا السؤال للأستاذ حسام شاكر، أن هذا هو حال الطلاب في أمريكا وحال الطلاب في أوروبا. يا أستاذ حسام، واضح أن هناك انفصال ما بين الطلبة والمؤسسات الحاكمة أو التنفيذية، هكذا رأينا أمريكا والآن نرى أوروبا. إلى أي مدى هذه الهوة الآن تتسع، وما دلالتها يا أستاذ حسام، وما صورها إذا حبيت تلقي الضوء؟ نعم، هو التفسير المنطقي للمشهد هو أنه في فصل في هذه الديمقراطيات، في فصل بين الداخل والخارج. السياسة الخارجية غير معروضة للنقاش، غير معروضة للتداول حقيقة في الديمقراطيات الأوروبية والغربية، بمعنى لم يستشر شعب من الشعوب حتى الآن في مسألة إرسال الأسلحة للاحتلال، فقط هذه النخبة الجالسة في مقاعد كونغرس أو في البيت الأبيض أو في حكومات ونحوها ونخب بعض الأحزاب، لكن الشعب لم يسأل حتى الآن باستفتاء شعب واحد، هل تقبلون بأن نرسل أسلحة وذخائر وأدوات قتل وفك وأسنان ودعم نظام اضطهاد، نظام عنصري، نظام احتلال، نظام وحشي، حرب إبادة؟ لم يسأل الشعب. السياسة الخارجية تقليديا معزولة عن النقاش العام، معزولة عن أولويات الأحزاب، على الأقل في أوروبا. في أمريكا نسبيا تحضر في بعض الملفات. على أساس لحظة غزة، استمرار الحرب الآن الوحشية شهورا ثمانية، ماذا فعل؟
نقل هذا المشهد الخارجي إلى أعماق الجماهير، والطلاب هم الجهة الأكثر حساسية للوعي في هذه الحالة. الآن يدركون ويتابعون ما يجري في الخارج الذي كان يعزل سابقا ويبرر باسم الإرهاب والتطرف وأوضاع الشرق الأوسط والأمن القومي. الآن هذه الحيلة لم تعد تنطلي، انفتحت الأبصار على الواقع، أدرك الناس أنه في شيء مرعب يمارس باسمنا، ونحن نقوم بتمويله من ضرائبنا، وتوجد وحشية نحن ضارعون فيها. اليوم نتنياهو يقول إن لم مستعدين نواصل الحرب بمفردنا إذا لم تدعمنا أمريكا، بمعنى أن أمريكا كانت حتى هذه اللحظة تشارك في الحرب. هذا هو معنى هذا الكلام. هذا لم يقل الناس في الداخل الأمريكي ولا في الداخل الأوروبي ولا في ألمانيا التي تعد الثانية في صادرات الأسلحة وفي الدعم السياسي بطبيعة الحال، ولا في بريطانيا. لحظة انكشاف الواقع الذي يجري، الناس أصبحت تبصر ما لم تكن قد أبصرته من قبل، لحظة وعي. وهذه لحظة الوعي دفعت ضابط في سلاح الجو الأمريكي الذي خرج بوشنل وأحرق نفسه وقال بدءا من الآن أنا لست ضارعا في الإبادة، لست مسؤولا عن الإبادة. هو أدرك بطريقة ما أنه مسؤول في صناعة إبادة، لأنه ضابط في جيش يشارك أو تشارك دولته بشكل أو بآخر في هذه الإبادة. هذا الشعور الذنب بالخطيئة بالمسؤولية يحرك الناس. الطبقة السياسية تنتمي إلى تمركزات المصالح والأولويات الحزبية والتواطؤات ومنطق التفكير نحو العالم التي هو تفكير ما بعد استعمار، ما زال نفس المنطق. وهنا لابد أن نلاحظ أن الاستعمار عندما أجلي أجلي بالقوة مش بشكل طوعي، وعندما أجلي لم تكن معه مراجعات أخلاقية. يعني فرنسا اللي احتلت نصف أفريقيا لم تخض حتى الآن مراجعة واحدة بشأن استعمار. بلجيكا التي احتلت زائير أو كونغو الديمقراطية نفس الشيء. بريطانيا لم تخض أي مراجعة أخلاقية. وبالتالي هذه الدول لم تبرأ من عباء الماضي، وبالتالي أن نجد النتائج. وأنا سعيد أن حضرتك ألقيت الضوء على فكرة أنه السياسة الخارجية لهذه الدول لا تعرض على شعوبها، فالديمقراطية لا تمس السياسة الخارجية بتاعتها. وده اللي هسأله لعبد الرحمن. عبد الرحمن كنت معانا في لقاءات طول الأسبوع، وكنا بنسألك على تفاصيل في الاعتصام وعلى حركة الناس حوالين الجامعة وحوالين الاعتصام. عبد الرحمن فصل رجع. طيب إلى أن يأتي عبد الرحمن خلينا أكمل مع الأستاذ حسام شاكر. أستاذ حسام برضو إلى أن يأتينا زميلنا عبد الرحمن لأنه فصل للأسف. كلية ترينيتي في أيرلندا، وهي واحدة من الكليات القديمة أو الجامعات القديمة في العالم، أعلنت أنها ستراجع علاقتها بالشركات الإسرائيلية، وعلى أساس فك المعتصمين التصميم على هذا الأساس. يعني من قبلها كان في كليات أمريكا. كيف ترى هذه أو مكاسب حركة 7 أكتوبر بعد أن انكشفت أن هذه الجامعات ترعاها شركات ضالعة مع إسرائيل؟ ألا يعد هذا بصراحة بالنسبة لنا احنا كشف جديد بأن جامعات أو أعرق الجامعات في العالم تمولها شركات لها علاقة بإسرائيل؟ كيف ترى هذا الموضوع أستاذ حسام؟ نعم، حجم التشبيك ما بين الاحتلال بشكل عام على مستوى الأكاديمي والجامعي والبحثي والعسكري والأمني مع الجامعات الأوروبية والغربية واسع ومتشابه. نستطيع أن نزعم بأن كل ما يقدم على أنه تطور تقني وعلمي وبحثي في واقع الاحتلال ويصدر العالم، هو في الواقع مرتبط ارتباطا عضوي بالتقدم الغربي. يعني هي حالة مشبكة بقوة، ولهذا ثمة يعني لا يمكن تخيل واقع الاحتلال بدون هذا التشبيك على مستوى الاقتصادي والعسكري وغيره. وهذه واحد. الذي جرى الآن أن وضعت حقائق أمام الوعي العام الجماهيري، تبين للطلبة ولغير الطلبة بأن مسارات دعم الاحتلال والأباتايد كما يقال، فصل العنصري وجرائم الحرب الوحشية والإبادة، أيضا تتشابك مع الجامعات، مع جامعات العريقة. أدركوا بأن في هذه الجامعات ثم التواصل، ثم شبكات إسناد لاحتلال وحشي. وعلى هذا الأساس ثمت الآن لحظة وعي. الآن لحظة الوعي أدت إلى تصرف. أوقفوا هذا. لكن أنبه لمسألة أستاذ محمد، الحركة الطلابية اليوم في العالم حركة تحمل تقريبا شعارات متماثلة في كل مكان، في وحدة شعار، وحدة رؤية، وفي على مستوى الخطاب، على مستوى الممارسة في تماثل.
الناس أدركت بأن عليها أن تنطلق بخطابات مطلبية مباشرة لإدارات الجامعات، فك الاستثمارات، الإفصاح، الشفافية، إنهاء التعاقدات مع الاحتلال. لكن أيضا في خطاب عام لابد أن ندركه، خطاب مهم جدا، خطاب ينادي بحرية فلسطين وبتحرير فلسطين وبدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني ومقاومة الشعب الفلسطيني. هذه الشعارات نسمع، شعار الحرية الفلسطينية النهر إلى البحر، نسمع شعارات تنادي بإنهاء الاحتلال، إنهاء الأبارتايد. هذا خطاب جديد، هذا خطاب يمثل حالة وعي. ولذلك ربما الآن بشأن الحرب الحالية، حرب الإبادة، توجد خطابات وبضامين، لكن بمجمل واقع قضية فلسطين نحن إذا تحول على مستوى رافع سقف الخطاب. من كان يتصور أنه خطاب مثل النهر للبحر يأتي من جامعات العالم الغربية؟ هذا شيء تطور مهم جدا. ولنذكر أن سقف الخطاب العربي نفسه كان قد انخفض من هذا المستوى، وحتى الآن ونهار هذا التحول لماذا يشير؟ يشير إلى أن هذه الأوساط النخبوية الصاعدة، أذكياء العالم اليوم بهذا المعنى، أذكياء العالم يرون أن العدالة في فلسطين تقتضي تحريرها من الاحتلال، وأنه هم أيضا يرون أنفسهم، وهذه خلاصة يمكن قبل ما السؤال، خلاصة مهمة، أنهم يرون أنفسهم جزءا من كفاح الشعب الفلسطيني. هم مش متضامنين هنا، هم نحن بهذا المعنى، هم يقولون نحن فلسطينيين. يمكن في المقاطع التي عرضتها حضرتك قبل قليل تجد أن طلاب أمريكيين وأوروبيين يهتفون باللغة العربية. أيوة شفناه. طيب أروح للأستاذ عبد الرحمن. عبد الرحمن معلش لدي سؤال، وأنت كنت قاطع يعني، كنت حدثتنا عبر كتير من الحلقات عن أنه إزاي الناس في واشنطن دي سي يعني بيتعاملوا مع المعتصمين، ويعني كان في علاقات إلى يعني أو حاجات من بعيد. كيف كان رد فعل سكان المنطقة مع فض الأجسام؟ يعني هو طبعا الأجسام حدث فجرا، وبالتالي لم يكن هناك فرصة لأي أحد أن ولم يكن أحد يتصور أنه سيحدث فجرا بهذه السرعة بهذه الطريقة، وبالتالي لم نرى هذا الصدام المباشر. لكن ردود الأفعال نجدها على مواقع التواصل الاجتماعي، نجدها في بعض التجمعات الثقافية، كلهم مستاءون. أكثر شيء الاستياء هي بالفعل ليست الشرطة، الجامعة موقفها معروف من البداية، والجامعة وجامعة جورج واشنطن من الجامعات المتعاونة بشكل كبير جدا أكاديميا مع الجامعات الإسرائيلية، ويدرس فيها طلاب إسرائيليون. لكن الصدمة والجدل الدائر في دي سي هذه الأيام هو عن حاكمة الولاية، لأنه يعني الجميع يشعر بالعار أنها خضعت، لأن المسألة واضحة، هي خضعت تماما، هي لم يكن لديها أي خطاب معادي لهم، لم تكن تفعل ذلك لأنها كانت في مظاهرات جورج فلويد مساندة جدا للمتظاهرين، ووقفت أمام ترامب وترامب هاجمها قبل ذلك، وبالتالي هي صمدت أمام ضغوط ترامب نفسه. لكن في هذه الحالة هي خضعت لمن هم أدنى من رئيس الجمهورية، وفي هذه الحالة هم أعضاء الكونجرس الأمريكي، وبالتالي الجدل الآن في واشنطن دي سي ورد الفعل هو استعانة. يعني حضرتك بتحدث مرة من جنبي، يعني لأنه اليوم هناك دعوة للتجمع، مرة من جنبي رجل مسن وزوجته هنا، وربما الكاميرا التقطتهم، كانوا يحملون شعار فلسطين وعلم فلسطين قادمين للتضامن في هذه الوقفة التي من المقرر أن تجري اليوم الخامسة أو الخامسة والنصف هنا حول هذه الساحة. وبالمناسبة أريد أن أقول لك شيئا، الطلاب يسمون هذه الساحة بساحة الشهداء، يعني هم لا يقولون اعتصام جورج واشنطن، نعم هي اعتصام جامعة جورج واشنطن الذي يضم 8 جامعات أخرى، لكنهم أطلقوا على هذا المكان منذ اليوم الأول وفي مؤتمراتهم الصحفية التي عقدوها ساحة الشهداء. وبالتالي المسألة لم تكن مجرد نوع من أنواع التعاطف، هم واعون حتى بمسألة الشهداء والرمزية. وكما قلت يعني يمر الآن في حولي أشخاص يحملون علم فلسطين، من بينهم أناس كبار في السن، والتضامن الذي حضرتك أشرت إليه كان جزء منه، إما بالدعم، إما بالدعم المادي أو بالتبرعات، أو إما بزيارة المكان كولي الأمر الذي أجرينا معه اللقاء الذي يعني كانت وبنته مشاركة. وبالتالي ردود الأفعال غاضبة، لكن الولايات المتحدة الأمريكية هذه ميزة لا يوجد فيها انقلابات، يعني ربما ستدفع هذه الحاكمة ثمن ما فعلته في الانتخابات القادمة على منصب حاكم المدينة، وظل الشخص يعني الأثمان الذي ستدفع
سيكون منها إما المقاطعة أو إما في الانتخابات بالإسقاط، لكن يعني لا يوجد أي نوع من أنواع النظرة باحترام أو التفاهم لما قامت به حاكمة الولاية، لأنها في نهاية الأمر أثبتت أنها انحازت لمن هم ليس من انتخبوها، من انتخبوها من سكان دي سي من الطلاب وما إلى ذلك، كانوا يريدونها خاصة أنهم كانوا معتصمين بشكل سلمي، كانوا يريدونها أن تستمر، لكنها اختارت أن تنحاز لأصحاب القوة والسلطة والمال خشية على أي مساءلة لها في الحكومة. عبد الرحمن، عندي سؤالك سريع قبل ما أروح للأستاذ حسام شاكر. يا رب ما أكون نسيت السؤال، لكن هو سؤالي بنرى حاجات جديدة، يعني أنا بالنسبة لي أول مرة، فأنت جايز أنت راجل عايش في أمريكا بقالك فترة. الأستاذ حسام شاكر على الناحية الثانية في أوروبا قال أنه في هولندا تقريبا دسوا مجموعة من المستعربين العرب ولبسوهم مع الشرطة اسمه إيه ده كوفية فلسطيني، ودخلوا مع الشرطة لفض الاعتصام. ده مظهر لم نكن نراه في أوروبا، يعني اللي هي فكرة المواطنين الشرفاء عندنا في مصر، إحنا اللي صدرنا دي. لكن فعندك برضو أنا لاحظت حاجة، هل من العادة، وسؤالي واضح أهو، أن يتم فض اعتصام فجرا ولا ده تقليد جديد؟ لا، هذا يعني هذا إجراء جديد، أنا لم أرى أي نوع من أنواع الاعتصامات التي تم فضها فجرا وسرا ليلا وأنا عايشنا منذ 10 سنوات. الأمر الآخر أن فكرة دس الأشخاص موجودة، هنا كان هناك قناص في الجيش الإسرائيلي يحاضر هنا في بعض الجامعات، جاء في يعني يوم الأحد الماضي واندس بين الطلاب هنا في هذه المنطقة، ولكن الطلاب تعرفوا عليه لأنه حاضر قبل ذلك في جامعتهم، اسمه رودي روهمان، وقاموا يعني بصراحة يعني قاموا يعني لا أرى تعبيرا إلا التعبير المصري زف بلدي بشكل صراحة، يعني أهان كرامته كثيرا. وهو كان يعني هو قناص في الجيش الإسرائيلي، بمعنى أنه قتل، وقالوا بحسب الطلاب أنه قتل أطفال ونساء، ووافق وجاء لي يعني المكوث بينهم، لكنهم تعرفوا علي وقالوا لماذا يأتي، ربما كان للاستفزاز أو للوقيعة أو لأي شيء من هذا القبيل، وربما سأرسل الفيديوهات للأصدقاء من المعدين لأنهم تعاملوا مع لم يمسوا، لكن بصراحة كان فيه إهانة له ولأي إسرائيلي يقتل النساء والأطفال بحسب الطلاب. وبالتالي فكرة دس أشخاص بين المتظاهرين جرى أيضا في جامعة ماساتشوستس وفي ولاية ماساتشوستس في بعض الجامعات، أحاطوا الاعتصام بصور مثل هذا والطلاب بالداخل، وقاموا بتعليق أعلام إسرائيل من الخارج، وبالتالي من يمر ولا يعرف ما الذي يجري يظن أن هذا اعتصام لطلاب إسرائيل. وبالتالي كل هذه الأساليب الخبيثة واللئيمة وغير العادلة موجودة، لأنه في نهاية الأمر حتى لو لم يكن التوافق قادما من حاكم الولاية والشرطة نفسها يمكن أن تتوافق، لأن هناك برامج للشرطة بالمناسبة للتدريب والتبادل مع دول من بينها إسرائيل. إسرائيل تعطي التدريبات ومحاضرات لدول عربية وأيضا شرطة أمريكيين في برامج تبادلية، وبالتالي فكرة الانحياز ربما يأتي من الشرطة، وكما حضرتك أشرت هذا الأمر موجود، لم يكن موجودا بهذا الشكل. أنا لم أرى فكرة التنكر في هيئة من يقومون بالاعتصام أو التظاهر للدسيسة والوقيعة بينهم أو ما إلى ذلك، وأنا هنا أستند إلى مظاهرات جورج فلويد لأنها كانت ضخمة جدا، كبيرة جدا، غاضبة جدا، أغلبها لم يكن سلميا، وكان الأمريكيين من أصل أفريقي غاضبين بشدة ويشعرون بالغبن والظلم، وبالتالي بعضهم مارس نوع من أنواع التحطيم وتنفيس الغضب بشكل غير سلمي، ورغم ذلك لم يستطع أحد أن يقوم معهم مثلما فعلوا مع الطلاب. وبالتالي هناك بالفعل تواطؤ، وهناك تواطؤ ربما يأتي من الشرطة نفسها، لكن كما أشرت هذه نقطة تراكمية، بمعنى أن غزة تفضح كل شيء وتكشف كل شيء. لكن يا عبد الرحمن، هي هذه أول مرة يتم تقوم الشرطة الأمريكية بفض اعتصام ما فجرا، دي هذه أول مرة فجأة في سنوات مكوثي في الولايات المتحدة الأمريكية، 10 سنوات على الأقل، 10 سنوات على الأقل، 10 سنوات. أنا لم أسمع ولم أرى هذا من قبل، وحتى هذه الأسوار يعني الأسوار ليست للحماية من الاعتداء، الطلاب لم يعتدوا هذه جامعتهم، وبالتالي هم يمنعونهم أن يتجمعوا في أماكنهم، وهم في الناحية الأخرى بدأوا أعتقد في التجمع أو شيء من هذا القبيل. وكما يعني إذا أشرت سترى حجم الشرطة، إذا رأيت معي سترى حجم الشرطة
سترى حجم الشرطه، دعني انا لان ليس معي مصور اليوم فساتحرك بمفردي. سترى الشرطه هنا خلفي، وايضا هؤلاء الطلاب يتجمعون، يعني دعني اشير اريك الطلاب، هؤلاء الطلاب يتجمعون في الناحيه الاخرى يحملون علم فلسطين والشال. نعم هؤلاء هم الطلاب، هؤلاء هم الطلاب كما ترى في الجهه المقابله لساحه الشهداء كما اسموها، وهذه هي الشرطه كما ترى وهناك الشرطه تقف، وكما ترى بعض الصحفيين بداوا يتوافدون هنا ايضا. لا اعلم تحديدا ما اذا كان سيقومون باي نوع من انواع التظاهر ومحاوله الدخول ام لا، لكن هم يقفون بشكل سلمي يحملون الكوفيه ويحملون اعلام فلسطين، والشرطه متاهبه كما ترى هنا بالدراجات وايضا السيارات، وايضا هناك هليكوبتر او طائره تمر، ويعني يبدو ان هناك حاله من التاهب وهناك حاله من الاصرار كما ترى من الطلاب للقدوم الى هذا المكان الذي يعني مكثوا فيه فتره طويله جدا ويعتقدون بالضروره. كما اشرت المساله لم تنتهي، يعني الشرطه قامت بهذا الفعل وهذا القبض، لكن الطلاب لديهم اصرار. وهنا ايضا بالامس جاءوا وتظاهروا قليلا، لكن اليوم دعوه كبيره وتجد حتى الان استجابه، لكن لن يستطيع الدخول، سيخافون من الخارج والشرطه حولهم. لا اعرف اذا كان هناك اي نوع من انواع الهتافات ستصدر، لكن يعني اعذرني لا يوجد مصور معي اليوم. لا ولا يهمك ولا يهمك، بالعكس احنا مقدرين جدا مجهودك عبد الرحمن، ومقدرين انك انت لوحدك، ولكن انا يعني ما عنديش حاجه اقولها غير ان انا بشكرك جدا على هذا المجهود يا عبد الرحمن اللي عملته معانا طوال على مدار الاسبوع اللي فات كله واللي قبله على نقل الصورة الحقيقية للاعتصام. عندك حاجة صورة؟ تفضل عبد الرحمن. القصة لم تنتهي، والأحداث في الولايات المتحدة الأمريكية ستكون متصاعدة، ليس فقط بسبب فلسطين ولكن انتخابات قادمة. يعني لا تظن السلطة أن هذا هو نهاية المطاف، لأن الشباب لديهم طاقة ولديهم صبر ولديهم أمل كبير في أن يحدثوا تغييرا حقيقيا، وبالتالي نحن مستمرون من الميدان مع حضرتك ومع السادة المشاهدين، وأي تطورات سنكون متابعين لها من الميدان للسادة المشاهدين في الآن واللحظة. وإحنا بنشكرك جدا يا عبد الرحمن بالنيابة عن المشاهدين، وكل الشكر والتقدير لحضرتك وأيضا لزميلك اللي كان معانا طوال الأسبوع اللي فات. شكرا جدا يا عبد الرحمن، وإذا في جديد هنتابع معك. شكرا أستاذ حسام. سؤالي الأخير لحضرتك، هل تدفع العالم الغربي أمريكا وأوروبا يدفعون ثمن تنويرهم لعقول هذه الشباب أو هؤلاء الشباب الذين يتظاهرون الآن ضد سياستهم؟ يعني في الواقع اللي يمكن أن نقول من نوع العقول هو شعب فلسطين. غزة من أضاءت السبل باعتبار أنه غزة صمدت، وبالتالي أطيل أمد الملحمة في غزة التي كان يفترض أنها مسألة أيام أسابيع على أقصى تقدير، إذ من الآن في الشهر الثامن. وهذه اللحظة بالإضافة إلى جملة كفاح الشعب الفلسطيني عبر أجيال وتراكم الوعي والأسئلة التي تثار في الرؤوس والجولات العدوان السابقة، هذه كلها أنضجت حالة من الانتباه والالتفات لما يجري في فلسطين التي كان يفترض أن تكون مكان بعيد. توجد رواية سردية معينة في الإعلام والسياسة يمكن أن تصدق، لا يكترث بها، لكن طول أمد الوحشية الآن 8 شهور، هذا يفتح العيون ويفتح الأذان ويجعل الناس ينشغلون. حتى الاحتلال الآن الذي يضع أعلامه أمام خيام الاعتصام في الجامعات هو لا يربح بهذا، لأن الاحتلال أساسا لم يكن يريد أن يحدث نقاش حول فلسطين والاحتلال في الجامعات. هذه مسألة كان يفترض أنه تكنس جانبا ويبقى سلة الكونغرس والبيت الأبيض يتصرفون وحدهم. اللي حصل الآن أنه فلسطين في الجامعة، الاحتلال في الجامعة يناقش، وهنا لا يربح الاحتلال من أي اقتراض. الناس مجرد ما تفكر وتشغل عقولها يخسر الاحتلال، حتى يخسر جمهور الشباب والشابات اليهود في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وأوساط يهودية أخرى، لأنها تدرك أن هذه الوحشية تمارس باسمها، وبالتالي هذه وطأة مضاعفة. في تقديري الاحتلال في هذه التطورات وداعمه أيضا، يعني بكل تأكيد
يسبحون عكس التاريخ، يعاندون التاريخ. التاريخ واضح، فلسطين ستربح في النهاية. لا يمكن الاستمرار عقودا إضافية في اضطهاد شعب يزيد على السكان عن المستعمرين المستوطنين. النكبة لم تنجح بمفهومها الكلي. شعب فلسطين اليوم ما زال يصنع الحدث رقم واحد في العالم اللي كان يفترض أن يكون حدث في مثل هذا اليوم قصة من التاريخ وانتهى. لا، هذا الشعب حي. نضالات الشعوب التي تبقى وتستمر وتدفع التضحيات لابد أن تحسم الموقف. في نهاية المطاف هؤلاء المستوطنون في فلسطين لن يضحوا من أجل هذه الأرض. عندهم خيارات أخرى بديلة، لكن شعب فلسطين مستعد أن يقدم أثمانا هائلة من أجل انتزاع حقوقه، وليس عنده خيار آخر غير أن يواصل التمسك بالحق. هذه معادلة التاريخ. بشكرك الأستاذ حسام شاكر الباحث في الشؤون الأوروبية، كل الشكر والتقدير لوجود حضرتك معنا، وأيضا أكرر شكري للزميل عبد الرحمن يوسف من أمام جامعة جورج واشنطن في أمريكا. بالفقرة دي انتهت حلقة الليلة دي الحقيقة، إلى أن نلقاكم إن شاء الله يوم الحد القادم وحلقة جديدة من برنامج مصر النهاردة. نراكم إذا شاء ربنا على خير. تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير.